مسجون لأنه رفع شارة رابعة رغم أنه من أصغر المخترعين في العالم. كان بوسعه أن يكبر مخه كما ينصحه بعض أصحاب العمائم، لكنه رفض أن يكون من أصحاب العقول المستريحة. أهلا بكم، نحن معكم على مدى ساعتين نعرض لأهم ما يشغل بال المصريين في مصر الليلة، وهذه أبرز ملفاته. نحن نتوقع طبعا طالما في سفر للسعودية دائما كل يوم، فلا بد أن يكون في حالات، مش عايز الناس تنزعج بالمرة من وجود حالة أو بعض الحالات. اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا في مصر لشاب قادم من السعودية، ووزارة الصحة تطمئن المواطنين. فما هي أعراض الإصابة بالفيروس وكيفية الوقاية منه؟ قررنا أن حركة تمرد ستدعم عبد الفتاح السيسي رئيس بعد عام على تأسيس تمرد، هل كانت حركة للثورة أم للثورة المضادة؟ هل التصويت لمن علم ظلمه يكون معاوضة للظالمين والمتابعة؟ من رضي وتابع؟ لا، ما يكونش الكلام ده إذا كان لدفع ظلم أشد. بعد سلسلة من الفتاوى والتصريحات السياسية المثيرة للجدل، بلاغ ضد ياسر برهامي بتهمة ازدراء الأديان لحديثه عن عيد القيامة. عبد الله عاصم الطالب الثانوي العبقري كرمته كبرى شركات الكمبيوتر في العالم واعتقلته الداخلية لأنه رفع شعار رابعة في ميدان التحرير. أهلا بكم، يشاركنا تقديم مصر الليلة الزميلان عمر فياض في مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا عمر. أهلا زين. من زميل سيد تأكل في آخر لنا موجز الأخبار. أهلا سيد. أهلا زين عود الحميد. شكرا لك. مشاهدينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأخبار. خرجت مسيرة ليلية في عدد من المحافظات للتنديد بالانقلاب العسكري والمطالبة بإنهاء عمليات القمع التي ترتكبها قوات الأمن. نتابعوا جانبا من المسيرات على الهواء مباشرة. نظمت حركة شباب السادس من إبريل وعدد من القوى الثورية مظاهرة أمام قصر الاتحادية تنادي بإسقاط قانون التظاهر، ويطالب المتظاهرون الرئيس المؤقت عدلي منصور باستخدام صلاحياته التشريعية وإلغاء القانون والإفراج عن المعتقلين بتهمة خرقه. ومن بين القوى المشاركة في المظاهرة جبهة طريق الثورة والاشتراكيون الثوريون وحزب مصر القوية والتيار المصري والتيار الشعبي وحزب الدستور وحملة الحرية للجدعان، بالإضافة إلى عدد من المستقلين والمنظمات الحقوقية، كما شارك فيها الحقوقي خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية. شيع مئات المواطنين بمحافظة الفيوم جنازة السيدة رضا رمضان التي قتلت برصاص قوات الأمن خلال المظاهرات الرافضة للانقلاب أمس في قرية أبجيج بمحافظة الفيوم. ورفع العديد من المشاركين في الجنازة شعار رابع العدوية منددين بممارسات قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين. قضت محكمة جنايات المنيا بسجن 11 من رافضي الانقلاب بأحكام وصلت إلى 88 عاما بتهمة الاعتداء على قسم شرطة صملوط. وقال خالد الكومي محامي المتهمين إن القاضي حكم على اثنين منهم بالسجن 88 عاما، وعلى ثمانية ب63 عاما، وعلى واحد ب57 عاما. أضاف المحامي أن من أصدر الحكم هو القاضي سعيد يوسف صبرة الذي حكم بإعدام 528 من رافضي الانقلاب. آخر ما لدينا من أخبار عودة لزميلي زين العابدين ليبدأ لكم ما لديه الليلة في مصر الليلة. إليك زين. شكرا جزيلا سيد، ونتوقف كالمعتاد مع الزميل عمر فياض ليعرف متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيفية المشاركة في مصر الليلة وما هي القضايا المطروحة للنقاش في أول ساعة.
فضل عمر. شكرا زين. بداية كيفية التواصل ستكون من خلال هاشتاج مصر أندرسكور الليلة، اكتبوا رأيكم أو الأسئلة التي تريدون أن تطرحوها واضيفوا هذا الهاشتاج في النهاية وسنقوم بمتابعته، أو من خلال الدخول على كلا صفحتي البرنامج على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. أيضا المواضيع المطروحة في القسم الأول من حلقة الليلة نبدأها بظهور أول حالة مصرية مصابة بفيروس كورونا. الموضوع الثاني سيكون عن الذكرى الثانية لتأسيس حركة تمرد. أرسل لنا أراءكم حول هذه المواضيع وسنقوم بمتابعة كل الآراء مع الزميل زين وضيوفه الكرام. إليك زين. شكرا عمر. كورونا وصل مصر، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم عن اكتشاف أول حالة إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية المعروفة بفيروس كورونا، كانت لمهندس مصري قادم من السعودية. وعقب زيارته للمريض في مستشفى حميات العباسية قال وزير الصحة إنه لا سبب يدعو للخوف من الفيروس، فما هي إذن حقيقة هذا المرض الذي أودى بحياة العشرات في العديد من دول الشرق الأوسط، وكيف يمكن التعامل معه، وهل تكفي إجراءات وزارة الصحة لمواجهة انتشار العدوى؟ فيروس كورونا المسبب للمتلازمة التنفسية الشرق أوسطية وصل أرض مصر وسجل أول حالة بالإصابة لشاب مصري قادم من المملكة العربية السعودية. الدكتور فتحي أبو العلا مدير مستشفى حميات العباسية أكد أن المصاب قدم إلى مصر وهو يحمل هذا الفيروس، وقد تم حجز المريض بقسم الحجر الصحي فور وصوله للمستشفى. من جانبها أكدت وزارة الصحة على أنها ستشدد إجراءات الفحوص الطبية على القادمين من السعودية من المسافرين والمعتمرين للتأكيد على خلوهم من الفيروس. احنا بنتوقع طبعا طالما في سفر للسعوديه دائما كل يوم، فلا بد ان يكون في حالات، مش عايز الناس تنزعج بالمره من وجود حاله او بعض الحالات. هذه الحالات يتم التعامل معها بكل الاساليب الطبيه المتعارف عليها، وان شاء الله يتم شفائهم باذن الله. وزي ما شفنا ان المريض بداخل تم حجزه في المستشفى وتم اخذ التحاليل الطبيه اللي اكدت ايجابيه الاصابه بفيروس كورونا، ويتم التعامل معه بالطرق الطبيه المعتاده وحالته في تحسن باذن الله تعالى. ظهر كورونا في المنطقه لاول مره بالمملكه العربيه السعوديه قبل عامين، حيث تمكن الفيروس منذ ذلك الحين من القضاء على اكثر من 90 شخصا، وأصيب به أكثر من 250، كما ظهر أيضا في دول عدة مثل الإمارات والأردن التي توفي فيها 3 أشخاص، فضلا عن بعض دول أوروبا التي زار بعض مواطنيها دولا في الشرق الأوسط. أعراض المرض مشابهة لما يسببه فيروس سارس كالتهاب الرئتين وارتفاع حرارة الجسم والسعال وصعوبات التنفس، وفي بعض الحالات يؤدي إلى الفشل الكلوي. باخد الإيدز من المريض، بغذي المريض على إيدز، بديهوله صبع كفتة يتغذى عليه. ورغم مرارة الواقع سخر نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولوا هاشتاج يطالب الجيش المصري باختراع علاج لفيروس كورونا بعد كشفه عن جهاز اللواء عبد العاطي الذي قال إنه يعالج فيروسات الإيدز والكبد الوبائي. فهل يخرج علينا سيادة اللواء بوجبة جديدة تقضي على الفيروس وتلبي حاجة المصريين قبل السعوديين؟ أشك في ذلك شكا عظيما. لكن للتعرف على مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية المعروف بفيروس كورونا ومخاطره وطرق التعامل معه بعد ظهور أول إصابة في مصر، ورحب بضيفي في استوديو مصر الليلة الدكتور ياسر الديب استشاري مكافحة العدوى والأمراض المعدية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ومعنا أيضا الدكتور صفوت سويلم عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب السابق. أهلا وسهلا بحضرتك. وأبدأ بك دكتور ياسر، ما هو كورونا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أشكر الجزيرة على هذه الاستضافة. وكورونا هو مرض فيروسي، وفيروسات يعني مشابهة عشان نبسط للجمهور لمثلا فيروس الإنفلونزا، فهو مرض فيروسي يصيب القنوات التنفسية. لكن الجديد بالنسبة للفيروس ده أنه هو أساسا بالشكل اللي هو فيه حاليا
بيصيب الحيوانات. يعني فيروسات كورونا بتقسم ألفا وبيتا وجاما، المهم يعني أنها هذا النوع من البيتا اللي هو كان بيصيب أصلا الحيوانات، وابتدى بأنه كان بيصيب الخفافيش، وفجأة لقينا مقارب قوي للسارز لو تفتكروا السارز في 2002 و2003 بتاع آسيا بتاع هونغ كونغ، وهو مقارب له جدا في الشكل، وبيصيب انتقل من إصابة الحيوانات إلى إصابة الإنسان. في مصر أعلنوا أنه في أيضا إصابات في الإبل في الجمال. نعم. هل الجمال علاقة بهذا المرض؟ نعم، هو في البداية إحنا ما كناش عارفين الحيوان الحامل لهذا الفيروس، وبعد الفحوصات والاختبارات الكثيرة من هيئات حتى عالمية جاءت للمنطقة، اكتشفنا بما لا يدعو للشك دلوقتي أن الجمال هي الحامل لهذا الفيروس، أو تستطيع نقله إلى الإنسان، ليس فقط في مصر ولكن في المنطقة عموما. تنقله إزاي للإنسان؟ عن طريق الرذاذ أو الـ 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 لكن ليس عن طريق أكل اللحوم الإبل مثلا، ولكن ممكن لو الشخص اللي هو بيتعامل مع اللحوم كان الإفرازات التنفسية موجودة قد يكون. إحنا مش واثقين قوي من اللبن أو اللحوم بتاع الإبل، لكن ممكن من الرذاذ إذا راح. في نظرية دلوقتي بتتداول في منظمة الصحة العالمية أنه ممكن يكون في نقل من الرذاذ يعني ده معناه انه لازم يكون واحد يخالط الابل، يعني راعي لهم ابل في المذبح. ولكن مؤخرا اثبتوا العلماء ايضا انتقاله من انسان لانسان. احنا الاول افتكرنا ان لازم حيوان الى انسان، دلوقتي ثبت والدليل انتقاله للعاملين اللي بنسميهم هيلث كير وركرز او العاملين في الصحه، كما ثبت مؤخرا في الامارات مثلا حالات عديده من العاملين في الصحه. فده بيثبت ان الانسان المريض يستطيع نقله لانسان اخر بدون ما يكون الابل في الوسط، لكن ممكن يكون البدايه مع الابل. طيب دكتور صفوت سويلم، عضو لجنه الصحه بمجلس الشعب، وزير الصحه بيقول لنا مفيش داعي للقلق، هل فعلا مفيش داعي للقلق؟ لا طبعا، احنا عايزين يعني بسم الله الرحمن الرحيم عايزين ناخد الموضوع بدون قلق شديد، وفي نفس الوقت بحذر وحيطه جامده جدا. من يعني عجائب تصريح صحه وزير الصحه النهارده ان هو بيقول انه فيروس انفلونزا وقد يكون اشد في الاعراض، والكلام ده هو طبعا شبيه يعني فيروس لكن شبيه في الاعراض لكن ليس له علاقه بفيروس الانفلونزا مطلقا. وفي طبعا صفات في الفيروس، طبعا الدكتور ياسر تفضل، في صفات في الفيروس اشد كتير جدا من فيروس الانفلونزا وغيره، انه بيتكاثر بسرعه شديده وفي خطوره. فطبعا في خطوره ولكن في نفس الوقت ما فيش قلق، ويعني مش عايزين نعمل قلق وهلع في المجتمع المصري. مجتمع كبير 90 مليون، لازم ناخد الموضوع بالحيطه والحذر الشديد، وفي نفس الوقت ما يكونش فيه هلع وقلق بشده يعني، ونخوف الناس اكتر من اللازم. طب هو ايه اللي المفروض يخلي الناس تخاف من المرض ده؟ ليه يخوف؟ ليه بنخاف من الكورونا؟ المشكله في اللي يخوف في المرض انه نسبه الوفيات في الاصابه لما بيثبت الاصابه بالفيروس 50%. يعني اذا اصيب احد بفيروس كورونا نسبة يعني الوفيات 50% انه يعيش 50%. ليه بقى؟ لان مضاعفات الاصابه بالفيروس مضاعفات فيها نسبه من الخطوره، وده اكتر كمان اصلا، لان 50% ده نسبه ضخمه جدا يعني. فلانه طبعا بيصيب بالتهاب رئوي حاد شديد متلازمه التنفس، يعني هو اسمه ميرس كوف، يعني ميدل ايست ريسبيراتوري سندروم، بيعمل سندروم، وبعدين في نفس الوقت بيعمل برضه فشل كلوي. فنسبة الوفيات فيه نسبة كبيرة، عشان كده الناس لازم تخاف. لازم نخاف، بس الخوف ده يكون حيطة وحذر وناخد إجراءاتنا المظبوطة، لكن ما نعملش ضجة والناس تحصل هلع وفزع والكلام ده مش عايزينه. لكن في نفس الوقت لازم ناخد احتياطاتنا ونحذر الناس، وفي دور على المواطن، وفي دور طبعا على الطبيب، وفي دور على الدولة. طيب ازاي أعرف دكتور ياسر ان اللي عند المريض ده هو كورونا مش برد عادي، مش انفلونزا خنازير، مش اي نوع من انواع الالتهابات الفيروسيه؟ اولا عايز اضيف واشكر الدكتور زميلي على ما قال، واضيف عليها ان احنا بنخاف منه كمان لسرعه التدهور. يعني مريض الكورونا على غير مريض الانفلونزا او الفيروسات الاخرى، إذا جالي النهاردة والأشعة سليمة، بكرة ممكن يجيلي بنمونيا أو التهاب رئوي. ده اللي احنا لاحظناه. احنا في قطر مثلا هنا في حصل 9 حالات على مدى السنتين، ولاحظنا سرعة تدهور الحالات
ولذلك ده عامل من العوامل اللي بتخلي المرض ده أكثر بنخاف منه أكثر. إزاي نعرف نفرقه عن الإنفلونزا؟ من الصعب. لكن إحنا مثلا هنا عملنا وده ساعدنا كتير، إحنا ما عندناش حالات من نوفمبر بحمد الله هنا، لأن عملنا وسائل لمكافحة العدوى تخلي تعرف سريع جدا في الطوارئ على المريض. التعرف على المريض ليس فقط بالأعراض ولكن كمان بصفات بنسميها الديموغرافيك أو الصفات الديموغرافيك، يعني مثلا واحد بيشتغل في مزرعة مزارع الجمال، واحد جاي من السعودية من العمرة من الحج كذا، نديله اعتبار أكتر في العزل. الناس اللي عندهم ما نسميه كوموربيد، يعني عندهم، لاحظنا في الكورونا إن اللي عنده أمراض مزمنة احتمالات الوفاة بتعلى. إذا عنده مرض مزمن زي السكر والضغط وأمراض القلب وأمراض المناعة، عوز المناعة يعني نقص المناعة لأي سبب سواء مريض سرطان أو أدوية أو كذا، أو الفشل الكلوي أو كذا. فلقينا أن الناس دي إذا عنده حاجة واحدة، يعني عنده بس سكر 30% الوفيات، لو في 62%، لو عنده أكتر من 3 يعني 4 حاجات يعني سكر وضغط وكذا، لقينا في الحالات دي الوفيات تصل إلى 100%. كل ما زادوا الكوموربيد كونديشنز عند المريض. فإذا الحاجات دي كلها احنا بنجمعها في عدد الامراض المزمنه المصاب بها المريض، ولو جالها كورونا كمان يبقى الوفاه تقريبا عاليه جدا جدا. فاحنا حطينا ما نسميه الجوريثم للي واقفين في الطوارئ. الجوريثم يعني زي استراتيجيه، كذا يروح لكذا وكذا، ونجمع له، بنجمع للمريض قبل الاشعه، لان لاحظنا ان المريض بيخش ممكن يلف ينشر المرض ويكون لسه ما عملش الأشعة. ده بياخد في كمعدل في الطوارئ حسب تطور الطوارئ والبلاد ساعة على الأقل. فعشان دي ممكن ينشر وحصل انتشار من مريض لمريض أو من مريض للهيلث كير فعملنا حاجات تخلينا نعزله بسرعة. أول ما يخش يحط رجله في الطوارئ نحسب له ونروح عازلينه، وبعد كده إذا طلع إن هو الأشعة سليمة ما فيهاش التهاب رئوي بنكون أخذنا المسحة اللي هنتكلم ممكن بعدها بعدين عليه. طيب شكرا. دكتور صفوت، فيما يتعلق بسرعة انتشار المرض، هل هو مرض سريع الانتشار ولا هو مرض يعني أو الإصابة به يعني فيتل ممكن تموت بسرعة لكن هو في نفسه ليس سريع الانتشار؟ لا طبعا، يعني لو انتشر في مجتمع سريع الانتشار، لأنه فيروس شبيه يعني كل الفيروسات اللي موجودة. يعني لو انتشر في مجتمع وفي زحام زي السعودية زي العمرة زي الحج زي الكلام ده سريع. بس الأخطر إن الفيروس نفسه درجة تكاثره درجة سريعة جدا، بيتكاثر بدرجة سريعة، لأن في مرحلة من مراحل التكاثر في الفيروسات، مرحلة النسخ دي مش موجودة في الفيروس ده، يعني هو بيتعدى مرحلة من المراحل. فهو عنده سرعة تكاثر شديدة جدا الفيروس، وزي دي خطورة الفيروس. يعني خطورة الفيروس إن هو بيتكاثر بشدة عن الفيروسات التانية، عن فيروس الانفلونزا اللي هم بيسموه. والحاجة التانية انه هو طبعا في المجتمعات المزدحمة، خصوصا لما يكون في سعال، لما يكون في كحة، لما يكون فيه كلام من ده، بيبقى خطير وانتشاره موجود يعني. لكن هو يعني ما هواش اسرع الامراض انتشارا، يعني ممكن في امراض ممكن تكون اكثر انتشارا منه. في طبعا، بس هو من الامراض مش يعني من الامراض اللي ممكن تنتشر بالذات. لان احنا بنتكلم على يعني في مصر فيها حالة واحدة، مصر فيها 90 مليون فيها حاله واحده بقى، حتى مستورده يعني وحتى حالة جاية من السعوديه. مش طب مش هو السؤال هنا، ليه دول الخليج اللي ظهر فيها هذا المرض في الشرق الاوسط؟ لان الجمال هنا اكتر، بعد كده اكتشفنا. وحتى احنا يعني حبينا شويه نعمل ريستريكشن، تحديد لتجاره وتحرك الجمال عبر الحدود. الجمال العابره للحدود، لانه دي في تجاره فيها لحاجات كتيره سواء بتستخدم في استخدامات كتيره. فالمنطقه دي طبعا معروف انها فيها، ولكن المرض كمان موجود في بلاد تانية. يعني بدايه المرض ابتدى في الاردن اول حالات، ولكن الخليج هو الفوكس الأساسية أو البؤرة الأساسية لهذا. هل كون السعودية علشان الحج والعمرة عندها زوار كتير طول السنة، ده ممكن يكون سبب زيادة عدد الحالات في السعودية؟ نعم. عن أي بلد آخر؟ نعم، لكن لو لاحظت حضرتك أن حتى الخريطة في السعودية راحت للمنطقة الشرقية اللي هي الحسا، حصل أوت بريك أحد الأوبئة اللي حصلت للمرض ده كانت في منطقة الحسا، وكانت 22 حالة مرة واحدة طلعوا مع بعض في قريبة مننا هنا اللي هي في الهفوف يعني.
فالمنطقة دي فيها الجمال كتير، وده كان ليها عامل كبير. الإمارات والعمان ظهر فيها، الكويت ظهر فيها حالتين أو ثلاثة، ففي في المنطقة الشرقية خطر انتقاله إلى مصر بشكل في شكل عدوى أو في شكل وباء نسبته قد إيه؟ لا أظن أن مصر هتكون بؤرة كبيرة، لأنه هي مصر بس دلوقتي. أنا لسه جاي من العمرة كمان وأقدر أقول لك أن العمرة كده خوفتنا خش أنا كويس حتى الآن الحمد لله شكر لله. العمرة مزدحمة اليومين دول، السنة دي الحج ما كانش عالي، تقبل الله أولا منا ومنك إن شاء الله. ما كانش الحج أعداد كبيرة السنة دي، ولأن في بناء وكونستراكشن في الحرم كبير، فما كانش فيه فالعمرة السنة دي مزدحمة جدا. والمرض ده منذ بدأ في 2012 لقينا أن في ترند بسيطة سيزونال أو موسمية في شهر مارس وإبريل. يعني 2012 مارس يعني وإبريل، يعني لو عدينا الشهر ده إن شاء الله تمام إن شاء الله، إن شاء الله. ممكن نعمل عمرة بعد كده إن شاء الله. لكن دكتور صفوت، هل في أجسام يعني في ناس مهيئة أكتر غير الأمراض، يعني البناء الجيني للبني آدم، هل في أجسام ممكن تكون مهيئة أكتر للإصابة بهذا الفيروس أكثر من أجسام أخرى؟ برضو الفيروس تم رصد حالات في دول حوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، يعني في حالات في أوروبا، تم رصد حالات في فرنسا وفي إيطاليا وفي المملكة المتحدة، في حالات ظهرت وثبت إن هي الفيروس. بالنسبة طبعا للأهم حاجة زي ما الدكتور ياسر تفضل، يعني الكوموربيديتي، الأمراض اللي هي مصاحبة اللي ممكن تبقى موجودة في البداية، زي السكر وزي الضغط وزي الحاجات التانية دي. طب بالنسبة للفئات العمرية، إيه أكثر فئة معرضة لهذا المرض؟ والله هو عشان الفيروس لسه من 2012 فما فيش دراسات قوية وستاتيستيكا اللي حصلت، لكن نقدر نقول إن الفئات العمرية اللي إحنا اللي بنخاف منها اللي هي كبار السن والصغيرين، وهم الأكثر عرضة للأمراض عموما يعني. طيب نشوف أيضا المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خايفين ولا مش خايفين، مطمنين ولا مش مطمنين، مع الزميل عمر فياض. هم مش خايفين ومطمنين وسخروا من القضية. بداية من هذا التعليق لحبيبة تقول فيه: مع كفتة عضلاتي وداعا للقلق بعد اليوم، فهي تزيل أصعب الأمراض وتحافظ على الصحة، يعني 2 في 1. أما عن تعليق لهذا المشارك يقول: على فكرة الكورونا دي مفيدة علشان تقضي على جيلين ويجي الثالث على نظيف. تعليق سياسي. أما عن تعليق لهذا المشارك حمدي يقول: وزارة الصحة المصرية لا تستطيع سوى هش القطط، لك الله يا شعب مصر. أما عن تعليق لألاء تقول: إنفلونزا طيور وإنفلونزا خنازير وكورونا، فعلا مرسي كان هو اللي وشه نحس. أما عن تعليق أخير على فيسبوك لهاجر تقول: أيوة طبعا هيبذلوا كل الجهد علشان يمنعوا المرض، هو في دولة في العالم بتتهاون في حياة شعبها؟ في الدولة اللي بتقتل في شعبها في الشوارع، الدولة اللي بتعذب في شعبها وفي شبابها وعلمائها في المعتقلات. أما عن تعليقات تويتر، على تويتر أبو العبدين يقول: عيب عليك مصر، عالجت الإيدز وفيروس سي سي والذي يستعصي عليها ولا يستعصي عليها معالجة كورونا، دي زي الشوكولاتة كما يقول. أما عن تعليق الشيخ مجد يقول فيه: ولدعم الانقلاب مش مكفيها القتل، بعتت لنا المرض كمان. أما عن تعليق لمهدي يقول فيه أو مهدي يقول فيه: ده تبادل فيروسات بين الأشقاء، هم يبعتوا لنا كورونا وإحنا نبعت لهم إنفلونزا خنازير والناس لبعضيها. أما آخر تعليق لأسامة يقول فيه: ظهور فيروس كورونا بمصر لا يستدعي الانزعاج، الفيروس إحادي الخلية، أي يمكن القضاء عليه بكيلو سجق بلدي. التعليقات سخرة. شكرا شكرا جزيلا عمر فياض. بس مسألة سجق بلدي دي، يعني هل هو أحادي الخلية فعلا الفيروس؟ نعم هو الفيروسات يعني عموما أحادية الخلية. طيب إيه يا دكتور صفوت سويلم، هل الدولة المصرية مهيئة ببنياتها؟ وحضرتك كنت عضو في لجنة الصحة بمجلس الشعب السابق، ببنيتها أي مكان الوزير وأي مكانت الحكومة للتعامل مع مثل هذه الحالة، لو كان هذا في وباء متفشي زي كورونا؟ والله إحنا يعني إحنا عايزين نقول إن إحنا عايزين نستشعر فعلا الاهتمام، مش الكلام، مش إن إحنا نعلن الطوارئ هنا وهناك ونعمل شو إعلامي، لا إحنا عايزين يبقى في جدية في التعامل. جدية دي إحنا قلنا على مستوى المواطن وعلى مستوى الطبيب وعلى مستوى الدولة. على مستوى المواطن احنا يعني بنقول للناس ونحذرهم ان هم
بالذات احنا داخلين على رجب ان شاء الله، والعمره يعني في رجب بتكتر، فالناس تعمل حسابها وتلبس، تاخد معاها ماسكات او تشتري ماسكات وتعمل حسابها كويس وتاخد بالها من الاعراض كويس جدا وهي يعني مسافره السعوديه وراجعه والكلام. على مستوى الاطباء انا بقى ناشد، واحنا لحد دلوقتي لسه ما عرفناش الاعراض. الاعراض لا ده الاعراض لسه هنتكلم فيها. لسه ما حضراتكم ما قلتوهاش. لما هي المواطن عايز يعرف ايه هي الاعراض اللي هو يخاف منها. الاعراض شبيهه جدا. بدات السؤال الدكتور ياسر الاول، ايه الفرق بينها وبين اي انفلونزا عاديه؟ فاحنا عايزين نعرف ايه اللي ايه اللي المفروض لما المواطن يشوفه صحيح يحس ان هو لازم بقى لازم ده يروح فين بقى ساعتها. هي طبعا الاعراض شبيهه جدا باعراض الانفلونزا، سعال وكحه وارتفاع في درجه الحراره شديد، وبيقلب زي ما الدكتور ياسر بسرعه التقدم في المرض انه ممكن يقلب بالتهاب رئوي. التهاب الرئوي ده حاجه يعني خطيره. يعني لو جاله اعراض انفلونزا عاديه يروح للدكتور على طول المفروض، خصوصا ولا يروح المستشفى؟ ما هو هيروح للدكتور هيكتب، انت عارف في مصر بقى هيكتب له بنادول ومش عارف ايه وشويه حاجات مسكنات، ولانه لازم يحلل ولا لازم يعمل ايه؟ المفروض المريض اللي يجيله اعراض انفلونزا يعمل ايه؟ احنا عشان كده بننبه الناس ان الناس تاخد بالها من الاعراض، ما يبقاش الموضوع بسيط، وبنقول الموضوع يبقى مفروض يعني الاطباء على مستوى المراكز الصحيه والوحدات الصحيه والمستشفيات العامه والعيادات الخاصه يبقى الموضوع في ذهنهم كويس، والناس برضو المواطن العادي بحيث ان هو مع اعراض الانفلونزا خصوصا كانت شديده وفي ارتفاع في درجه الحراره وفي ديستريس، في يعني تنفس ضيق، صدره ضيق، وابتدى يدخل في اعراض الالتهاب الرئوي. الالتهاب الرئوي ده مرحله متقدمه وشديده من الالتهابات الصدر يعني. الاول بيبقى يعني فيه برونكايتس، التهاب شعابي، وبعدين بعد كده التهاب رئوي، ده حاجه شديده. فاذا حصل هذا الكلام مع ارتفاع مستمر في درجه الحراره لازم طبعا المريض من الاول يعني دكتور ياسر اللي لو المريض شافها لازم فورا يروح للحميات. هي طبعا لو المريض زي ما الدكتور قال اعراض، وانا ما اقول يروح للحميات يعني هو ده الوجهه الصحيحه، الاعراض اللي قالها الدكتور زائد، وده حتى تعريف الـ WHO. اذا اضفنا لكده ان هو عنده اختلاط بواحد، يعني مثلا المهندس اللي جاي من السعوديه ده اللي راح مصر ده اختلط بواحده في السعوديه في الرياض عندها كورونا وهكذا، اذا انت عندك او بواحد في شغلك عنده كورونا ثابت او انت بتشتغل في مزرعه تتعامل مع الجمال او الحيوانات، او لو الاعراض استمرت زي ما قال الدكتور وكانت شديده. وحضراتكم بتقولوا ان الاعراض يعني بيحصل تدهور سريع. نعم. فانا عايز الحق المريض قبل ما يحصل هذا التدهور السريع، لانه ممكن لو حصل التدهور السريع يبقى النسبه بدل ما هي 30% ممكن تبقى 90%. الالتهاب الرئوي نسبة الوفاة يعني. عنده حراره، عنده كحه، عنده ضيقه نفس، دي بتشكك ممكن تكون انفلونزا، ممكن تكون كورونا، ممكن تكون بكتيريا حتى. طيب. مش فيروسات. ممكن يعمل ايه بقى ساعتها؟ المفروض يروح يعمل إيه؟ المستشفى الطوارئ. الطوارئ المفروض يكونوا حاطين سياسه اللي بيها يضيفوا دول على كمان العوامل الاخرى يدوا ده ريسك اكتر، وكل ما زاد السن كل ما الوفيات والمورتاليتي زادت. اذا انا لما اكون واحد كبير زي ما قال الدكتور ومعدلات السن العالية بنديها أكتر، أو لو كان في حاجات الكوموربيد اللي قلناها. إذا كل دول يبقى لو بدأت أعراض فشل كلوي برضو يعني هو من ضمن الحاجات المميتة في أنه بيحصل فشل كلوي في النهاية مع فبرضو لو بدأت أعراض الفشل كلوي مفروض المريض. هل مستشفياتنا في الأرياف مهيئة لكشف هذا المرض أنك نعرف أن ده كورونا أو مش كورونا ولا مش مهيئة؟ لا، هو عشان تعرف أنه كورونا لازم المسحة، لازم تاخد مسحة مسحه من الانف ومسحه من البق، ده ضروري ويتكشف على الفيروس نفسه. يعني المستشفى الريفي اللي موجود في الوحده الصحيه لا او المستشفى المركزي اللي موجود في مركز بيحول بيبعت بيحول يختبر المركز. يعني النصيحه حتى الاطباء الموجودين في مستشفيات الاقاليم ان هو اذا شاكك حلل وابعت وتعامل مع المريض على انه عنده كورونا. اشكركم شكرا جزيلا دكتور ياسر الديب استشاري الامراض المعديه ومكافحه العدوى، والدكتور صفوت سويلم عضو لجنه الصحه بمجلس الشعب السابق، شكرا جزيلا وربنا يشفي كل مريض. وما زلنا معكم مشاهدينا في مصر الليله وفي البرنامج بعد الفاصل. قررنا ان حركه تمرد ستدعم عبد الفتاح السيسي رئيس بعد عام على تأسيس تمرد، هل كانت حركة للثورة أم للثورة المضادة؟
أقرب إليكم. حين يتحدث الإعلام عن الناس ويغيب صوت الناس، نستمع إليكم في أخبار الناس. أهلا بكم من جديد. عشان الأمن لسه مرجعش للشارع مش عايزينك، عشان لسه بنشحت من بره مش عايزينك، عشان حق الشهداء مجاش مش عايزينك. لأجل هذه المطالب منذ عام مضى ظهرت حركة التمرد تطالب الشعب المصري بسحب الثقة من الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر. وبعد 3 أيام من التظاهر خرج قائد الجيش ليعلن انقلابا عسكريا وحلا للبرلمان وإيقافا للعمل بالدستور تحت شعار الانحياز للإرادة الشعبية بلا أي مطامع في الحكم. اليوم وبعد مرور عام على إعلان تمرد نجد السيسي مرشحا للرئاسة، بينما سقط آلاف القتلى واعتقل أكثر من 22 ألف مصري بعد عام على تمرد. هل لنا أن نسأل؟ هل عاد الأمن للشارع؟ هل توقفنا عن الشحات من الخارج؟ وهل عاد حق الشهداء؟ وهل انتصرت ثورة 25 يناير أم انتصرت عليها الثورة المضادة بمساعدة تمرد؟ هنا من ميدان التحرير وفي نهاية أبريل عام 2013 انطلقت حركة تمرد داعية لسحب الثقة من الرئيس المنتخب محمد مرسي ومطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. تمرد هي الحملة الرئيسية الداعية لمظاهرات 30 من يونيو، استندت في تحركها إلى توقيعات تقول إنها جمعتها من نحو 22 مليون مصري يؤيدون مطالبها. الحملة اتهمت مرسي بعدم الوفاء بالتعهدات التي قطعها على نفسه قبل وبعد توليه منصب رئيس الجمهورية. ونحن ندعو 22,134,465 مصري إلى التواجد غدا في كل ساحات التحرير وميادين التحرير وأمام قصر الاتحادية من أجل تنفيذ إرادة الشعب المصري في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. بادر التمرد لوضع تصور لما بعد مرسي بالتنسيق مع بعض القوى السياسية، بما في ذلك نقل السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا ليكون رئيسا شرفيا. في البداية انتشرت الحركة في القاهرة وحظيت بدعم تيارات وقوى وشخصيات بارزة في المعارضة. القائمون على الحملة قالوا إنها جزء من المعارضة وإن هدفها استعادة الثورة في ظل الاستقطاب الحاد بالشارع السياسي. في المقابل قالت جماعة الإخوان المسلمين إن حملة تمرد وجبهة الإنقاذ حردت على العنف. تعتبر جماعة الإخوان المسلمين أن ما جمعته تمرد من توقيعات لا يمكن أن يكتسب مصداقية، خاصة وأنه لم يحظى بإشراف قضائي أو رقابة من مؤسسات المجتمع المدني، كما أن جمع التوقيعات لا يعتد به كمسوغ قانوني ودستوري لتغيير الرئيس الذي يجب أن يتم عبر صناديق الاقتراع. نفسي أعرف أنتوا خايفين ليه أصلاً من الصندوق؟ تعالوا، ده أنتوا ممكن تشكلوا أصلاً حكومة، والحكومة في الدستور الجديد رئيس الوزراء فيها يعادل أو يفوق رئيس الجمهورية. معنى كده، طب معنى كده أنتوا ليه خايفين ليه؟ بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب في 3 يوليو الماضي بدأ للحملة أن زمن التمرد ولى وربما لن يعود، وأن الزمن الجديد هو زمن التأييد والمبايعات. كشف التمرد عن تأييدها لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ورأت فيه رجل المرحلة. قررنا أن حركة التمرد ستدعم عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية. شهد التمرد انقساما في قيادات الصف الأول على خلفية إعلان عدد منهم دعمهم مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية. حاول التمرد التمدد خارج مصر رافعة نفس الشعار مناهضة الإخوان. تمرد على الإخوان وأسقط هذا التنظيم الإرهابي في مصر أم الدنيا، وها هو إخواننا في فلسطين يكملون المسيرة لإسقاط هذا التنظيم المتطرف. وحسب الحملة فإن التمرد على مرسي كان بسبب غياب الأمن وتدهور الاقتصاد والتراخي في القصاص لشهداء ثورة يناير، فضلا عن غياب العدالة الاجتماعية واستمرار التبعية للولايات المتحدة.
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق، هل ترفع الحملة شعار التمرد على السيسي كما رفعته على مرسي؟ ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة دكتور معاذ عبد الكريم، عضو ائتلاف شباب الثورة السابق وعضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك أستاذ. وسيكون معنا بطبيعة الحال ضيوف آخرون. تمرد بقى، كانت ثورة أم ثورة مضادة؟ يعني في البداية بسم الله الرحمن الرحيم أحيي صمود كل بطل يقف على مبادئ ثورة 25 يناير، المبادئ الحقيقية وليست المبادئ المتغيرة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية. أنا علشان خاطر يعني عشان خاطر المشاهدين يفهموا أكتر وقع تمرد لازم نناقش الكلام اللي تم عرضه. في الحقيقة خرج يوم 26 إبريل السابق، معاك نفس الورقة اللي معايا، نفس الورقة هي أيوة، خرج يوم 26 إبريل السابق محمود بدر ومعاه محمد عبد العزيز ومعاه ثلاث أشخاص كمان، وخرجوا علشان خاطر يتكلموا عن حل للأزمات الموجودة للدولة. أنا في تقديري الشخصي أنا مش عايز أحكم على الأمر حتى بعد سنة، مش عايز أحكم عليه هل هو كان فيك أم مش فيك، أو يعني هل هم كان مدبر الأمر أم هم كان استخدامه، لكن علشان خاطر نبقى واقعيين أكتر الحملة طبعا هم أعلنوا عن مبادئ، قالوا إحنا ليه يعني أنا طبعا هقرأها علشان خاطر الناس تعرف. أعلن أنا الموقع أدناه بكامل إرادتي وبصفتي عضو في الجمعية العمومية للشعب المصري سحب الثقة من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي عيسى العياط وأدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة. انتخابات إيه؟ رئاسية مبكرة، يعني مش عشان نجيب عبد الفتاح السيسي ولا علشان خاطر نسقط الدستور ولا علشان خاطر نموت المصريين ولا علشان خاطر الحرب الأهلية نعمل. طيب إيه الأسباب بقى المنطقية الجوهرية التي دعت هؤلاء الأفراد إنهم يتحركوا ويعملوا هذه الحركة؟ عشان الأمن لسه مرجعش. طبعا إحنا الأمن عندنا في الشارع بقى عظيم جد، علشان الأمن موجود بكثرة في الشارع، عندنا الأمن بكثرة لدرجة عربيات الناس كلها بتتسرق والناس كلها وعدد كبير من الناس بيموت، ومع ذلك قوات الأمن يعني موجودة بكثرة. طبعا الأمن بتاع قتل المتظاهرين موجود، الأمن بتاع مصلحة المواطن مش موجود. عشان لسه الفقير ملوش مكان. طب ما هو له مكان، علشان لسه بنشحت من بره. أنا نفسي أفهم بطاطين الإمارات جت بعد الثورة ولا بعد ثورة 30 يونيو المجيدة أم قبل ثورة 30 يونيو المجيدة؟ علشان حق الشهيد ما جاش، انا نفسي افهم ال 5000 شهيد اللي انضموا لحقوق الشهداء دول يعني ما فهمناش حاجه بعدها، علشان ما فيش كرامه. هو زودوا عدد الشهداء علشان يبقى يجي كله على بعض، عشان كله يجي في الليسته، علشان ما فيش كرامه ليا والبلدي. انا نفسي افهم اي كرامه عندنا، عشان الاقتصاد انهار وبقى قايم على الشحاته. الاقتصاد بتاعنا الان يعني اصبح حالته متردديه، المواطن المصري هو الخبير الاقتصادي الوحيد اللي ممكن يقول لك هو بيعاني ازاي، علشان تابع للأمريكان مش عايزينك. علشان تابع للأمريكان افتكروا بقى صفقة الأباتشي بتاعت أول امبارح اللي وافقت عليها الولايات المتحدة، وافتكروا جلسة الكونجرس اللي اتكلم فيها وزير الدفاع هيجل لما قال ان وزارة الدفاع المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي بتدعم القرارات أو بتدعم السياسات الأمريكية، والأمن القومي المصري والأمريكي والإسرائيلي وزارة الدفاع بتعمل عليه. دي بقى دي الوثيقة اللي قالوا من المصريين مضوا عليه. وقال ايه؟ قالوا ان في 22 مليون واحد مضوا عليه. انا عشان افند بقى، طيب انا ممكن اقول في البداية ان الحركة دي خرجت بشكل عفوي اعتراضا على احداث كثيرة وما شابه، والشباب بعفوية وصدق ومحاولة منهم ان هم يعملوا حاجة ايجابية. لا شك انه الناس خرجت في 30/6، لا وانه الناس خرجت باعداد كبيره جدا تكاد تكون غير مسبوقه، ده حصل. وانه كان في احتجاجات واعتراضات على حكم الرئيس مرسي، مظبوط؟ طبعا ما اختلفش. وان جزء كبير من شباب حركه التمرد كان بيرى انه هو بيستكمل ثوره 25 يناير، وان الشعب بيشيل رئيس وبيجيب رئيس جديد، وانه هيعمل انتخابات مبكره. لكن هل كان في داخل حركه التمرد من يعرف من يحركه، ومن يعرف ماذا يفعل، ومن يعرف انه تمرد ليست في الواقع حركة شبابية كما يقولون، وإنما هي حركة تابعة لأجهزة كما قالت غادة محمد نجيب أول من انشقت تقريبا عن حركة التمرد، وده كان في ثلاثة انسحبت يوم 24 يونيو وكتبت هذا المقال
في 23 أكتوبر، وهي تقول أنه كان فيه لقاءات مشبوهة مع رجال حسين سالم، مع أوامر بتيجي من أجهزة معينة، وأيضا مع رجل أعمال كويتي، رجل أعمال تابع لرجل أعمال كويتي له، أرسل محامي للدفاع عن مبارك. أنا أعرف محمود بدر على المستوى الشخصي، وأعرف وكنت قريب في مرحلة ما من حركة التمرد، وكنت ضد الفكرة وأعلنت الأمر ده أكتر مرة. وأذكر أن كان في مناظرة بيني وبين محمود بدر يوم 18 يونيو على قناة، أقول اسم القناة ولا على على قناة صدى البلد، مع مذيعة رولا خرصة، والحلقة موجودة على اليوتيوب. وأنا قلت له إحنا أمام أزمة كبيرة، إن إحنا ما بين التيار الإسلامي بتياراته أو بمجموعاته الموجودة، وما بين فلول النظام السابق والأجهزة الأمنية، إحنا عايزين نروح فين؟ لو إحنا كشباب عايزين نعمل واقع جديد، علينا إن إحنا نبني تيار عميق في المجتمع، ولازم والله قلت نفس الكلمة وأحاسب عليها، التيار الإسلامي متجذر في الدولة، والفلول والحزب الوطني والنظام الأمني متجذر في الدولة، علينا إن إحنا إذا كنا نريد قيام ثورة، القيام الثورة ومبادئ الثورة تحقق بشكل جديد بشكل حقيقي، علينا إن إحنا نتجذر في المجتمع بشكل تنظيمي، مش إن إحنا نروح نسلم للعسكر. أنا في تقدير الشخصي كان هناك أشخاص داخل تمرد، يعني تم اللعب بعدد من الأشخاص، أو تم يعني إغواء عدد من الأشخاص، إن كان بالأموال بالسلطة بالإعلام أو ما شابه. دي أول نقطة. كان في أشخاص طبعا يعني هم داخلين الموضوع وعارفين أنه هو غلط، وفي أشخاص كانوا داخلينه وبيحاولوا يعملوا دور وطن. أنا ما أقدرش أشكك في ده وده، لكن أنا شخصيا وصل لي إيميل من شادي الغزالي حرب قبل 30 يونيو بيتحدث فيه عن يعني كان في مشادة لفظية ما بين عدد من شباب الثورة وتمرد، وراح رد عليهم قال لهم انتوا بتقعدوا مع بلاش تعايرونا، انتوا بتقعدوا مع اجهزة امنية في احد الفنادق في مدينة نصر، اذكر كان اسمه اللؤلؤة الجوهرة الماسة حاجة في هذا السياق. تمام. احنا برضو معنا عبر الهاتف من القاهرة محمد مصطفى، عضو المكتب السياسي لحركة 6 ابريل، وهو احد المشاركين في المظاهرة التي خرجت اليوم امام قصر الاتحادية، دعت لها جبهة طريق الثورة، وهي تضم ست حركات، تضم حركات 6 ابريل ومصر القوية والتيار المصري والاشتراكيين الثوريين وشباب حزب الدستور ضد قانون التظاهر. محمد أهلا وسهلا بك، حدثنا أولا عن وقفتكم اليوم، هل انتهت؟ هل تعرضت لأي مضايقات أمنية؟ أهلا بكم. الوقفة انتهت من أكثر من ساعتين، ابتدت بمسيرة انطلقت من منطقة شرايا القبة مرورا بمصر الجديده الى الاتحاديه، ووقفنا وقفتنا في الاتحاديه. كان في بعض التعزيزات الامنيه طبعا الكبيره جدا المبالغ فيها، لكن كان في قبول شعبي للمسيره وضم ناس كتير جدا، والاهالي كانوا متفاعلين ومتجاوبين جدا مع المسيره ومع مطالبها، وكملنا المسيره ومستمرين في اسقاط قانون التظاهر. هل كنتم تنوون الاعتصام امام الاتحاديه، ولا فقط وقفة ثم تذهبون يعني تنصرفون؟ لم يكن هناك نية الآن إلى الاعتصام أمام الاتحادية، لأن في قطة احنا ماشيين عليها ومحضرين كل حاجة من بعد تأييد الحكم، وإحنا يعني في جدول للفعاليات إلى أن يسقط قانون التظاهر، ويمكن ده بدينه من بعد تأييد الحكم على احمد ماهر وعادل وبعديهم نورهان، واخدين الخط ان احنا مش هنتنازل الا عن اسقاط القانون، مش هنتراجع الا باسقاط القانون. حركه 6 ابريل من الحركات اللي نزلت 30 يونيو، لكن هي شايفه انه ما حدث في 3/7 كان انقلاب عسكري، وكان انقلاب على ثوره يناير في الاساس. هل هذا الاحساس الذي نما في اوساط حركه 6 ابريل تجدونه ايضا موجود في اوساط الشباب عموما ومن كانوا من ضمن حركة التمرد سابقا؟ هو بالفعل هذا الإحساس موجود، وكان مجرد تخوفات، وكان عندنا تخوفات من اللي بيحصل النهاردة،
لكن برضو كان على الطرف الاخر دايما ان هو بيشكك ويخون ويطمن وهذا يعني. فاحنا شايفين وعدد كبير من الشباب يعني مش هنتكلم على شباب 6 ابريل بس، لا بالفعل في عدد كبير من الشباب غير المنتميين كمان وشباب التيارات الاخرى، حتى شباب تمرد اللي انفصلوا عن تمرد وقالوا ما فيش حاجه اسمها حركه تمرد، هي حمله وقاموا بفصل الافراد اللي هم باقيين في تمرد دلوقتي وقاسمين نفسهم ما بين مسلسل السيسي وحمديه. طيب لكن انتوا بعد سنه على قيام حركه تمرد، وطبعا انتوا ايدتوا الاستماره اللي هي طبعتها حركه تمرد ووزعتها على الشعب المصري وقالت انه مضى عليها 22 مليون، ما حدث في هذه الحركه؟ هل تعتقدون انها كانت حركه للثوره خصوصا انها طلعت كده لوحديها ما حدش يعني، ام كانت حركه للثوره المضاده، او تم يعني الضحك على الشباب زي ما قالت حملة السيسي؟ بصوا اللي حصل مع تمرد يمكن كانت 6 ابريل وقعت فيه او حاولوا استدراك 6 ابريل ليه، لكن 6 ابريل وبعض الكيانات الثوريه اللي هي من قبل الثوره هي عندها مبدا وعندها هدف متمسكه بيه الان، وهو ده اللي مخليها مستمره لغايه النهارده. هو الشباب اللي قاموا بفكره التمرد هم يعني كان منهم اصدقائنا زي محمد عبد العزيز ومحمود بدر والعديد منهم، طبعا انضم ليهم بعد كده الشباب الاخر، لكن تم برضه الانقضاض على هذه المطالب. بس هنا كان في الشباب عندهم النيه او مستعدين، يعني كان في استعداد عند الناس اللي في الحمله او جزء من الناس اللي في الحمله او المسيطرين على الحمله، كان في عندهم استعداد ان هم يسلموا الحمله، يعني مش مجرد ان الحمله كانت حمله امنيه فقط، لا هم استدرجوا وتم استقطابهم لهذه الارضيه وتم استخدامهم في هذه الارضيه. لكن كان في استعداد، هو كلام حتى احمد دومه قال ان احنا كنا عارفين انه هيجي حكم العسكر وانه احنا كثوار مش هنقدر نغير البلد. يعني هل ده الاحساس كان موجود عندكم برضه في 6 ابريل انه ما فيش مشكله يجي العسكر ونشوف ايه اللي هيحصل يعني، ولا ده كان احساس بس عند بعض شباب تمرد ومعاهم احمد دوم؟ بالفعل هو اللي حصل ان احنا هو قوتين اللي موجودين في البلد حاليا، هي قوه النظام السابق واللي بتستخبى ورا العسكر، والقوه الاخرى وهي قوه الاخوان والتيار الاسلامي، والاخوان هم اكثر كيان منظم في التيار الاسلامي يعني تنظيميا والعمل وخبره في العمل السياسي. فانت المشكله ان احنا من اول الثوره عمال يعني الاثنين كانوا متحالفين مع بعض في وقت من الاوقات، وده ده سبب كبير لنكسة تراجع هذه الثوره، والاثنين حتى لما بيختلفوا بيبقى يداده، يعني يا اما هتروح من الاخوان تاخدها الاخوان تمشي من الاخوان تروح للعسكر. احنا كنا 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 قدام سيناريو كان فيه توريط للعديد من الكيانات، لكن التوريط ابتدى من ناحيه الاخوان اللي ما اجادوش وادوا الفرصه لذلك، فاحنا كنا متورطين، كانت الثوره بكامل هيئتها متورطه، كان لابد من رحيل الرئيس مرسي، لكن كنا يعني نريده رحيل بشكل غير ذلك. فطبعا ما كانش في ليونه في طيب ارجو ان تبقى معي محمد مصطفى، ارجو ان تبقى معي نشوف ايضا مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ايه رايهم في مرور عام على انطلاق حملة أو حركة تمرد مع زميل عمر. جاءت الكثير من الآراء زين، نبدأ بهذا التعليق لهذه المشاركة تقول: حركة تمرد لم تفعل شيء، بل العسكر هم من انقلبوا على الشرعية، فسواء وجود حركة تمرد أو عدم وجودها فكان سينقلب العسكر، وحركة تمرد ليس لها أي تأثير أو أهمية. أما عن تعليق لمحمود نجيب يقول: تمرد حققت حلم العسكر ووفرت عليهم كثير. أما عن تعليق لحمدي صديق يقول: في تمرد ما هي إلا ورقة من أوراق المخابرات زي البلاك بلوك والعسكر، هو راعي الثورة المضادة كما يقول حمدي. أما عن تعليق لنرمين عماد تقول: في كل حاجة اتحققت أو تحققت بس بالمقلوب. أما عن تعليق تقصد مطالب التي نزلت إليها 6 تمرد وغيرها من الحركات. أما عن ولاء فتقول: هي بالتأكيد الثورة المضادة، لأن كل ما قامت به هو القضاء على أهداف ثورة 25 من يناير كما ترى ولاء. أما عن يعني كان هذا آخر تعليقات فيسبوك. أما عن تعليقات تويتر فتعليق لي الدكتور أحمد يقول: فيه تمرد هي ناتج تحول النظام القديم في شكل ثوري جديد
المتحولون، هكذا يصفهم. أما عن تعليق لمحمود بدر وهو هذه التدوينة لمحمود بدر مؤسس حركة تمرد كتبها قبل ساعات من عقد مؤتمره الذي أعلن فيه تأييد السيسي، يقول: شكرا شباب تمرد، نريدك جمال عبد الناصر، يقصد السيسي. أما عن تعليق لخالد تليمة أيضا يقول: موقفي من حركة تمرد أدى الدور رائع ضد الإخوان وكان لابد من حلها من فترة. أما عن تعليق لحسن جودة يقول: لم يتحقق شيء، بالعكس زاد الانقسام بين الشعب وزادت الأزمات والمشاكل الاقتصادية والديون الخارجية أيضا والداخلة. أما عن تعليقات تعليق أخير لوائل الجهر يقول فيه: هذه حركة وهمية عملتها المخابرات الحربية، هكذا وصف الجمهور حركة تمرد. إليك أشكرك الزمارك. شكرا جزيلا عمر فياض، أعود إلى ضيفي في الاستوديو معاذ عبد الكريم. إذا كان الشباب الثورة تعلموا شيئا من العام الماضي، فما هو هذا الشيء؟ يعني واضح أن ثلاث سنين كانت يعني تجربة كبيرة، بس واضح أن يعني إحنا ما بنتعلمش بسرعة. يعني الناس اللي رأى تحالفوا مع الإخوان سووا الإخوان، وسووا الإخوان لأنه الإخوان مع العسكر، وبعدين راحوا تحالفوا مع العسكر بعد كده اللي عملوا نفس الغلطة اللي بيقولوا أن الإخوان عملوها، وبعدين الإخوان اتقال لهم في انقلاب عسكري قالوا لا الجيش خط أحمر والجيش والشعب إيد واحدة، وبعدين دلوقتي بيقولوا لا الجيش عمل انقلاب. مين إيه الدروس اللي إحنا تعلمناها في الثلاث سنين دي بمناسبة مرور سنة على حملة التمرد؟ أعتقد أن الدرس الرئيسي اللي علينا فعلا ان احنا نكون اتعلمناه هو وعينا لهدفنا الحقيقي. هل هدفنا من الثوره هو تغيير حسني مبارك ابو بدله، او نجيب واحد لابس بدله مدنيه او واحد لابس بدله عسكريه، ام هي دوله مدنيه ديمقراطيه حره تسير باراده الجماهير فيها عيش وحريه وعداله اجتماعيه؟ اعتقد الدرس الحقيقي ان احنا كلنا كنا قلقانين، كل واحد قلقان من العسكر والاخوان، وده كان قلقان الحركات الثوريه والعسكر. دول راحوا مع دول راحوا مع العسكر مره ودول راحوا مع العسكر مره، ولكن ما وصلنا اليه الحاله المترديه. علينا ان احنا نعي ان العسكر هم من افسدوا الدولة المصرية وسيطروا على ممتلكاتها وضيعوا الناس وقتلوا الناس. علينا ان احنا نعي ان الحل الحقيقي حل سياسي في توحد كامل ما بين القوى السياسية والقوى الشبابية من اجل تأصيل دولة ديمقراطية نتفق على مبادئ هذه الدولة. الدولة دي طبعا ما فيهاش نلم 22 مليون ورقة ابيض نعمل بيه اي حاجة ونقول لك والله احنا لمينا 300 مليون وانا قلت 900 مليون والشعب المصري اصلا ما يجيش 80 مليون او 90 مليون واحد. فده امر محتاجين يبقى في قواعد. القواعد اذا كان في دستور في قانون في طيب طبعا فيه دستور لازم يكون في سحب ثقه في ثنائيه، يعني عباره عن شماعتين كل واحد عايز يروح لاي حته بيستخدم الشماعه الثانيه اللي اسمها ثنائيه العسكر والتيار الاسلامي. هل هذه الثنائيه مظبوطه؟ يعني هل مصر فعلا هي بين ثنائيه التيار الاسلامي او العسكر، وان الاثنين خطر، وان انت لو اخترت التيار الاسلامي يبقى انت ضد الدوله، ولو اخترت العسكر يبقى انت ضد الديمقراطيه؟ انا في تقديري الثنائيه هي طبعا الثنائيه، ان يعني في طبعا التنظيم الاسلامي او الاسلام السياسي عامه باخوان وسلفيين ومجموعات اخرى زي مثلا حزب البناء والتنميه واخرين لهم ثقل تنظيمي في الدوله، وان اجريت اي انتخابات هيكون له مكان بحكم تواجده. ايهم اخطر على الديمقراطيه، العسكر أم التنظيمات الإسلامية؟ لا ده أنا عايز أتكلم في أعمق من كده. هل الخناقة في مين أخطر؟ لا الخناقة مش في كده. الخناقة إن إحنا بنراهن على الشعب، إن علينا إن إحنا نصيغ مشروعات سياسية محترمة الشعب هو اللي هينضم عليها، وتبدأ تنظم عمل سياسي يكون فيه بدائل متعددة. لكن الرجوع بقى إن أنت أقول الله أصل الإخوان هيكسبوا كل مرة، فأقول أنا ههد اللعبة، أنا هكسر الديمقراطية، لا طيب. أنا هجيب عسكري يموتني ويموت إخواتي ويموت الناس كلها علشان خاطر أنا بغيظ الإخوان، ده أمر طيب سياسي محمد علينا نفكر فيه. محمد مصطفى عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، هل الآن أنتم في حركة 6 أبريل مستعدون أكثر للتقارب مع التيار الإسلامي لا سيما الإخوان المسلمين في سبيل استعادة المسار الديمقراطي، ولا ده برضو مرفوض زي ما أنتم رافضين حكم العسكر؟
والله احنا يعني شايفين ان معضله مصر مش في الانضمام للتيار الاسلامي او ان احنا نتحالف مع العسكر او الكلام ده كله. 6 ابريل من بدايه الثوره ما عمرهاش في اي مرحله من مراحل الثوره تحالفت مع العسكر. يمكن لما حصل اللي حصل في 3 يوليو كنا احنا مختلفين عليه، ولما حصل التفويض تحديدا احنا اختلفنا وابتدينا ان احنا. لكن انتوا كنتوا حاضرين بقوه في مشهد 30 يونيو و3 يوليو. كنا حاضرين بقوه في مشهد 30 يونيو ومؤيدين مشهد 30 يونيو لان كان مشهد وايدته كمان مشهد 3 يوليو. كان مشهد شعبي سابق مشهد 30 يونيو، لكن احنا اختلفنا من اول التفويض. يا سيدي انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هي المشكله نرجع للتاريخ شويه، المشكله في كل الدول اللي حصل فيها الثورات والمشكله في دول اوروبا كلها كمان في عصورها الظلاميه، ان دايما في قوتين في اي دوله، هما قوه الدين وقوه الجيش. فده موجود في التاريخ. كان مبارك بيستفيد من وجود الاخوان ووجود التيار الاسلامي، والجيش عايز يفضل يستفيد من وجود التيار الاسلامي، من هو دايما بيخوف الناس من التيار الاسلامي وبيمثلهم بان هم ارهابيين. الرهان الاكبر النهارده ان احنا نعرف نعمل تنظيم مدني حقيقي. التنظيم المدني الحقيقي هو ده اللي هيقدر يواجه اي قوه اخرى. يعني ده يمكن يكون فات وقته محمد مصطفى، يمكن يكون فات وقته لانه كان هذا يمكن ان يحدث في ظل فتره الديمقراطيه والحريه التي كانت متاحه في الثلاث سنوات التي اعقبت ثوره يناير. اما الان فالعسكر قال لك خلاص، يعني كل واحد بقى يروح بيته، احنا بطلنا اللعبه دي خلاص خلصت. لكن اشكرك على اي الاحوال محمد مصطفى، عضو المكتب السياسي لحركه 6 ابريل، واشكر ضيفي في الاستوديو معاذ عبد الكريم، عضو ائتلاف شباب الثوره السابق وعضو الهيئه العليا لحزب غد الثوره. ونوه فقط مشاهدينا لاننا حاولنا الاتصال، اتصلنا بالفعل واتفقنا مع اثنين من المتحدثين او اعضاء حركه التمرد، لكن لم يتسنى الاتصال بهم، واضح ان تليفوناتهم مقفوله لسبب لا نعلمه، لكن حاولنا ان يكونوا معنا في هذا النقاش. ما زلنا معكم في مصر الليله وفي البرنامج بعد الفاصل. هل التصويت لمن علم ظلمه يكون معاوضه للظالمين والمتابعه؟ من رضي وتابع؟ لا، ما يكونش الكلام ده اذا كان لدفع ظلم اشد. بعد سلسلة من الفتاوى والتصريحات المثيرة للجدل، بلاغ ضد ياسر برهامي بتهمة ازدراء الأديان على خلفية حديثه عن عيد القيامة. اقتصاد منهار، سياسه بايظه، والاعداء بتوعنا خلاص على وشك ان هم يخشوا علينا. وعندي 4 عيال اجيب منين؟ هم عايزين البلد تفضل على كده. مع كل يوم جديد تطفو على السطح قضيه تطغى على ما عداها، قضيه هنا واخرى هنا، ولكل قضيه ما وراءها. ليه وفي الاخر يديني التقرير بانتحار. الناس خايفة والحال واقف ولا مش عارفين نبيع. لو كنت اركب بعاتب ببلاش واخده ب 40 جنيه حرام كده. الفلاح عايز يغلي، بتاع المواصلات عايز يغلي. انا غلبان وعايز نعيش. فين الحرية؟ قضية اليوم على الجزيرة مباشر مصر. أي كلام عن استكمال ثورة، صناعة ثورة جديدة، فهو للأسف الشديد دبر لكي نمشي على خطى 25 يناير بأستيكة. الوكيل خرج على حدود التوكيل الذي حصل عليه، فصاحب الوطن الشعب مصدر السيادة قرر أن يسترد هذا التوكيل. إمتى هيقوم الشباب بثورة؟ سواء في 25 يناير أو في 30 يونيو كموجة ثورية ثانية ثم لا تتدحرج في حجر العسكر. أقرب إليه حين يتلقى الضيف عشرات الأسئلة من عشرات السائلين إلا أن اسأل. بفهم يستبطن دروس التاريخ وبعقل يستوعب أصالة الفكر والمعرفة، نمد جسوراً للتواصل مع الحاضر ونفتح آفاقاً لاستشراف المستقبل. مركز الجزيرة للدراسات
من أجل فهم أفضل للواقع وخدمة قضايا المجتمع. المستقبل لم يكتب بعد، المستقبل يبدأ من هنا. مركز الجزيرة للدراسات. سفر للسعودية دائما كل يوم، فلا بد ان يكون في حالات، مش عايز الناس تنزعج بالمرة من وجود حالة او بعض الحالات. اول اصابة بفيروس كورونا في مصر لشاب قادم من السعودية، ووزارة الصحة تطمئن المواطنين. فما هي اعراض الاصابة بالفيروس وكيفية الوقاية منه؟ قررنا ان حركة تمرد ستدعم عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. بعد عام على تأسيس تمرد، هل كانت حركة للثورة أم للثورة المضادة؟ هل التصويت لمن علم ظلمه يكون معاولة للظالمين والمتابعة؟ من رضي وتابع؟ لا، ما يكونش الكلام ده إذا كان لدفع ظلم أشد. بعد سلسلة من الفتاوى والتصريحات المثيرة للجدل، بلاغ يتهم ياسر برهامي بازدراء الأديان على خلفية حديثه عن عيد القيامة. عبد الله عاصم طالب الثانوي العبقري، كرمته كبرى شركات الكمبيوتر العالمية واعتقلته الداخلية لأنه رفع شعار الرابعة في ميدان التحرير. أهلا بكم من جديد، نستكمل معكم فقرات مصر الليلة ورحب بزميلي في التقديم عمر فياض في مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا عمر. أهلا زين. أما سيد توكل فيقرأ لنا المواجز الإخبارية. أهلا سيد. أهلا زين، شكرا لك. مشاهدينا أهلا بكم، عرض لأهم وآخر الأخبار. خرجت تظاهرات مسائية في عدد من المحافظات للتنديد بالانقلاب العسكري، نتابع الآن مشاهد مباشرة منها. احمد واسماعيل كان لسه معاد على مسيرتنا دلوقتي، كان حابب يقعد يسلم عليكم لكن لا، الهجوم بقى وكده وكان هيحصل له حاجه فمش نظمت حركة شباب السادس من إبريل وعدد من القوى الثورية مظاهرة أمام قصر الاتحادية تنادي بإسقاط قانون التظاهر، ويطالب المتظاهرون الرئيس المؤقت عدلي منصور باستخدام صلاحياته التشريعية وإلغاء القانون والإفراج عن المعتقلين بتهمة خرقه. ومن بين القوى المشاركة في المظاهرة جبهة طريق الثورة والاشتراكيون الثوريون وحزب مصر القوية والتيار المصري والتيار الشعبي وحزب الدستور وحملة الحرية للجدعان، بالإضافة إلى عدد من المستقلين والمنظمات الحقوقية، كما شارك فيها الحقوقي خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية. وخلال المسيرة أكد الناشط السياسي علاء عبد الفتاح أن الهدف منها هو إسقاط قانون التظاهر الذي يتسبب في اعتقال النشطاء السياسيين. احنا عاوزين نسقط القانون علشان نفرج عن المعتقلين، وهنكمل بعدها للافراج عن باقي المعتقلين. النهارده نهايه اسبوعين من الحراك، وهيبقى في جدول فعاليات تاني بعده ان شاء الله لحد ما كل اخواتنا يخرجوا من السجون. قضت محكمه جنايات المنيا بسجن 11 من رافضي الانقلاب باحكام وصلت الى 88 عاما بتهمه الاعتداء على قسم شرطه صبلوط. وقال خالد الكومي محامي المتهمين إن القاضي حكم على 2 منهم بالسجن 88 عاما، وعلى 8 ب63 عاما، وعلى 1 ب57 عاما. وأضاف المحامي أن من أصدر الحكم هو القاضي سعيد يوسف صبرة الذي حكم بإعدام 528 من رافضي الانقلاب. كل ما لدينا من أخبار حتى الساعة، عودة لزميلي زين العابدين لاستكمال ما لديه الليلة في مصر الليلة. إليك زين. شكرا لك سيد. نتوقف أيضا سريعا مع الزميل عمر فياض في مواقع التواصل الاجتماعي ليعرف المشاهدون القضيتين المتبقيتين في مصر الليلة وكيفية التواصل مع البرنامج. فضل عمر.
شكرا زين. إذا الموضوع المطروح أولا في الفقرة الأولى من القسم الثاني من حلقة الليلة سيكون عن البلاغ المقدم ضد ياسر برهامي وقضية ضده بإزدراء الأديان بسبب حديث له عن عيد القيامة. الموضوع الثاني سيكون عن اعتقال الأمن لعبد الله عاصم أحد أصغر المخترعين المصريين وذلك فقط بسبب رفعه لإشارة رابعة. أرسل لنا أراءكم حول هذين الموضوعين من خلال هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. أكتبوا أراءكم أو الأسئلة التي تريدون أن تطرحوها وأضيفوا هذا الهاشتاج في النهاية وسنقوم بمتابعته أو من خلال الدخول على كلا صفحتي البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وسنقوم بعرض أغلب الآراء مع الزميل زين وضيوفها الكرام. إليك زين. شكرا لك عمر. تتواصل الفتاوى والتصريحات المثيرة للجدل من الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية الذي بات فقرة يومية ثابتة بوسائل الإعلام في مصر حيث دافع مجددا من مدينة بورسعيد عن فتواه بجواز ترك الرجل زوجته للمغتصبين إذا تيقن من هلاكه لو قاوم اغتصابها. وبرر في اللقاء نفسه الذي امتد حد الساعات الأولى من صباح اليوم تأييد الدعوة السلفية وحزب النور لعبد الفتاح السيسي وخارطة الطريق نافيا أن يكون ذلك ركونا إلى الذين ظلموا وإنما هو نجاة من الظالمين. وقبيل ساعات أمر النائب العام في مصر بإحالة البلاغ المقدم من المحامي نجيب جبرائيل إلى النيابة للتحقيق في اتهامه للدكتور برهامي بازدراء الدين المسيحي وإثارة الفتنة الطائفية حينما تحدث عن عيد القيامة. فهل هنالك توظيف سياسي للهجوم المشترك من الإعلام والأوقاف وحتى الكنيسة ضد برهامي أم هي عادة الانقلاب في مكافأة مؤيديه عملا بالمثل الشهير آخر خدمة الغز علقة؟ احنا كده كده هناخدها، ناخدها ونسيبك سليم ولا ناخدها ونسيبك متقطع وغرقان في دمك؟ ها بصي هما شكلهم كده كده هياخدوكي وانا مش هينفع اتعور. مشهد للضحك لأنه خيالي، ولكن لم يتوقع بطل الفيلم أن يتحول مشهده واقعا وأن يكون الدين في نظر البعض مطية للتبرير. أما إذا كان هو متيقن أنه هيقتل وفي نفس الوقت هيغتصب يبقى مصيبتين، يبقى هو غير قادر على الدفع عنها، يبقى ما ينفعش يعني يبقى لا يأثم أنه هو ما يدفعش في هذه الحالة لأنه يعلم أنه مقتول. الطبيب المثير للجدل ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وصاحب الفتاوى المثيرة للجدل بدءا بتحريم النزول في ثورة 25 يناير ومرورا بالمظاهرات الأخيرة ضد الانقلاب العسكري ووصولا إلى فتوى عدم حماية الزوجة وتركها للمغتصب إذا كان زوجها موقنا بأنه سيقتل في حال دفاعه عنها. هذا المنطق في الفتوى الأخيرة أثار رفضا واسعا سواء داخل التيار السلفي أو خارجه، بل تعداه ليصل إلى الكنيسة والتي قال مستشارها إن هذه الفتوى لا أساس لها من الشرع. ومثلما كان الخوف على النفس كفيلا بترك الزوج زوجته للاغتصاب، فمن الأولى أن يصوت للظالم القاتل خوفا من المزيد من الدم. طرح مشابه قد يستبعده البعض، ولكن هذا ما حدث في فتوى أخرى للرجل نفسه. هل التصويت لمن علم ظلمه يكون معاوضة للظالمين والمتابعة من رضي وتابع؟ لا، ما يكونش الكلام ده إذا كان لدفع ظلم أشد وإذا كان لمنع فساد أكبر. إذا كان في 1000 واحد اتقتلوا ولا 2000، ولكن محتمل إن احنا نخش زي سوريا. وفي حدث لافت تكرر خلال الفترة الماضية تداول النشطاء تسجيلا قديما للمرشح السابق في انتخابات الرئاسة حازم أبو إسماعيل قالوا إنه يرد من خلاله على فتوى برهام الجديدة. واحد جاي ياخد فلوسي، عارف أنا دلوقتي أقول لك إيه؟ أنا شيخ بقى كده راجل لطيف وبتاع هدوء ومش بتاع، أقول لك يا بني وماذا تساوي الدنيا والفلوس يا بني؟ إنه عرض زائل يا ابني. اطمن انت زعلان ليه؟ مفيش حاجه بتضيع عند ربنا حي. هذا الخطاب لا اثر فيه لدين الله، ابركناه نحن لكي نعيش تحت احذيه الطغيان جيلا بعد جيل.
ولكن البعض يخرجون الحدث من سياقه ويضعونه في سياق أكبر في نظرية تعرف بالعصفورة اسما ومعنى، وهي طريقة لخداع الصغار. يقولون لهم انظر للعصفورة، وما أن ينظر للعصفورة وهي قد تكون احتمالا في غفلة من الناظر، وهو يتابع العصفورة غير الموجودة، أو قد يكون ما يختطفه حقوقا سياسية أو تمريرا لأحكام بالسجن لعشرات السنوات، أو تخفيفا عن مرشح سياسي يضيق كثيرا بذكر اسمه بالسوء. فمين بقى العصفورة؟ احنا عايزين نعرف كمان مين هي العصفورة، في لأنه في عصافير كتيرة اترمت على الشعب المصري في السنين اللي فاتت ديت، خصوصا الثلاث سنين اللي فاتوا، وفي الفترة الأخيرة طبعا في عصافير كتيرة. لكن هذا الجدل المثار حول الدكتور ياسر برهامي، هل هو من نوع الجدل العصافيري ولا هو جدل حقيقي انه هذا الرجل له رؤية وهذه الرؤية تثير الجدل بالفعل؟ ارحب بضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الصغير الداعي الإسلامي عضو مجلس الشعب السابق، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. خلينا نبدا ببعض الفتاوى اللي تحدث فيها الشيخ ياسر برهامي، وهو اولها انه دفع الضرر الاكبر، اخف الرضا باخف الضررين. الم يقل الامام ابن تيميه انه اذا كان تغيير المنكر سيؤدي الى ما هو انكر فتغييره حرام؟ يعني اليست هذه قاعده لم يبتدعها الدكتور ياسر برهامي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بالنسبة للواقعة اللي تحدث عنها الدكتور ياسر برهامي، هو تم نوع من التحوير في كلامه ولم يبرز منه إلا الجانب المثير، وإن كان هو تحدث في القضية، ولكن بما أن حضرتك يعني ألمحت وبدأت بموضوع العصافير، الآن مش موضوع انظر العصفورة، نحن الآن انظر إلى الغراب، لأنه حتى منظر العصفورة منظر قد يكون بهيج، لكن أنت تنظر إلى الغراب ثم تسرق. أنا كان ممكن أقف لحد هنا إنه الجريدة التي نشرت كلام الدكتور ياسر بترت منه وقدمت وأخرت، ولكن أنا أقول له بعض الأمور الثابتة. أولا، من دعا الناس إلى ذمه ذمه بالحق وبالباطل. ثانيا، الفقهاء قالوا المناسبة شرط ولكل مقام مقال. فما المناسبة؟ إنه شيخ ياسر يطلع بعد الفتوى دي يتحدث على إنه القبلة ليست من الزنا، وأنا لو شفت واحد بيقبل زوجة واحد بتقبل هذا ليس أمر من أمور الزنا، هذا حكم شرعي نعم، لكن ما مناسبة ذكره الآن؟ شيخ ابن باز رحمه الله سأله رجل عن حادثة كهذه، قال له أوقعت؟ أرأيتها؟ قال له لا، قال فلا تسأل عنها، فلا تسأل عن شيء لم يقع. أنا شايف أنه اللي بيحدث ده اللي هو الكلام عن القبلات، ليه بيفتي في القبلات دلوقتي؟ الكلام عن الاغتصاب ما هو إلا للتغطية. أحيانا الإنسان يكون عميل وهو لا يدري، وأسوأ أنواع العمالة العمالة بالجهالة. ده العميل اللي هو فاهم ده بيكسب، ده بيسترزق، لكن العميل الجهول شر أنواع العملاء. يراد في هذه الأيام من خلال نفس الموضوع، والتاريخ أصبح الأسبوع الماضي. قديما كنت إذا تحدثت عن التاريخ أجيب من عند أحد، لكن أكلمك عن الأسبوع قبل الماضي. ترشيح وده أصبح تاريخ دلوقتي. ترشيح مرتضى منصور كان لفترة محدودة مدة أيام علشان الناس تنسى الهاشتاج المعروف. أول ما خلص موضوع الهاشتاج انتهى موضوع ترشح مرتضى منصور بحلم درامي زي الحلم بتاع الساعة الأوميجا، وأصبحنا في دنيا الأحلام. نفس الموضوع، طلعنا من مرتضى منصور دخلنا في سما المصري، طلعنا من سما المصري دخلنا في ياسر الإسكندراني. حتى يشغل الشعب عن قضية زي قضية الفحم، حتى يشغل الشعب عن امرأة كالتي ماتت في الفيوم وفي بطنها جنين في الشهر الخامس ولها 5 أولاد في البيت تركتهم، فين فتاوى الشيخ ياسر يتكلم عن كده؟ يتكلم عن قتل النساء؟ يا سيدي هي غلطانة وطلعت، غلطانة وطلعت، ولكن اللي قتلها حكمه ايه؟ ايه حكم اللي قتل امرأة حامل وفي بطنها جنين ولها 5 أولاد؟ يراد أن يلهى الشعب المصري عن يعني هيقول لك قتلها المصرية. قتلها من أخرجها، يعني قتلها من أخرجها، قتلها من أخرجها، زي ما قيل على سيدنا عمار بن ياسر. يبقى سيدنا محمد قتل سيدنا حمزة لما أخرجه. يبقى سيدنا محمد لما أخرج سيدنا حمزة إلى غزوة أحد، يبقى سيدنا محمد هو قاتل. طيب، سيدنا حمزة. هي العملية ما هي إلا انظر إلى الغراب حتى تلهى
عن قضايا مصيرية طيب تحدث في مصر. الكاتب الصحفي الأستاذ جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة المصريون الإلكترونية معنا أيضا عبر الهاتف من القاهرة. أستاذ جمال، يعني في نظرية العصافير وفي نظرية إنه هو الدكتور برهامي عايز يطمن القاعدة التي تتبع آرائه إنه لا يعني لازم نكمل لأنه إحنا بندفع ضررا أكبر، لأن لو ما انتخبناش السيسي وما ما جاش قائد الجيش ليحكم مصر هيحصل ضرر أكبر وقد تحدث مقاتل أعظم من مقتلة رابع العدوية اللي هي مات فيها أكثر من 2000 شهيد. نعم. أنت مع أي رأي؟ أولا تحياتي لك ولضيفك الكريم. هو الحقيقة المسألة لها يعني لها ثلاثة أبعاد لو نمر عليها مرورا سريعا جدا لظروف الوقت والبرنامج. أولا هناك مشكلة في علاقة الإسلاميين بالإعلام، لأن الإسلاميين حديث عهد بالتعامل مع الإعلام والانفتاح على الإعلام، وهذا يدخلهم في متاهات وفي مشكلات. يعني فليس كل يعني كل فتوى تستطيع أن تقولها برحابة الصدر أمام الإعلام العام، أو لأنه مش هيستوعب معاك قضايا أصولية وقضايا تفرعت القصة منين ومن أين أتيت الفتوى، وبالتالي فمن الممكن أن تستفتوى بشكل بالغ السوء على النحو الذي. لكن هي حتى هذه الفتوى المثيرة للجدل الخاصة بالاغتصاب ما كانتش في وسائل الإعلام، دي كانت فتوى في موقع أنا السلفي تابع للسيد برهامي أو القريب منه، وكان يرد على سؤال من احد، وكان رده الحقيقه فيه كثير مما يتفق عليه العلماء وفيه بعض ما يخالفه العلماء، لكن الاعلام هو اللي صنعها. يعني معظم الاحراجات التي تعرض لها الدكتور ياسر برهاني كانت من الفتاوى او من الاراء التي نشرها في هذا الموقع التابع للدعوه السلفيه، وكان يتم اصطياد الامر من هذا الامر. الاخر انه مساله يعني موقف الدكتور ياسر برهامي او موقف حزب النور بشكل عام هو حدث فيه اختيار، والحياد السياسي يعني دخل به في طريق يعني من الصعب عليه العوده عنه، وبالتالي فهو سيظل مندفع في هذا السبيل، ليس امامه شيء من الرجوع لان تكلفه الرجوع باهظه. طيب يعني الا يسع السكوت؟ يعني الا يسع ان يسكت؟ هو يسع طبعا، يسع ان يسكت ويسعه ذكاء اعلامي وذكاء سياسي واسع يستطيع ان يقول، لكن المشكله ان الاسلاميين بشكل عام مش ياسر برهامي فقط، الاسلاميين بشكل عام يعني الخبره قليله شويه في التعامل مع الاعلام. طيب دي النقطة، والنقطة الثالثة أستاذ جمال سريعا لو سمحت. النقطة الثالثة والأهم وهي يعني أنه مسألة تفجير مثل هذه القضايا يعني هو قصد به قصدا شغل الرأي العام، وبالتعبير الدارج المصري اشتغاله يعني يشتغل الرأي العام، لأنه شوف العصفورة فوق وبعدين هو روح سرق. طيب هل الدكتور ياسر برهامي يشارك في هذه الاشتغالة؟ يشارك فيها لا. عارفا لا. ولا غافلا؟ لا, لا لا هي مش لعبه، لا 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 هي مش لعبه الدكتور ياسر برهامي ولا هي لعبه المجتمع المصري، لكن هي مساله انه يعني مثلا هو الداخليه مثلا وزاره الداخليه يعني لا تعرف ان سما المصري تدير قناتها من 8 شهور بدون ترخيص، واكتشفت فجاه الاسبوع ده انها بدون ترخيص. فهي طيب. مسائل ليست مساله الطرف نفسه، لكن يعني الجهاز او الدوله عندما تريد ان توظف بعض الوقائع او تفجر بعض القضايا الوهميه او الشكليه في توقيتات طيب. معينه لشغل الراي العام. طيب ارجو ان تبقى معي استاذ جمال سلطان، ارجو ان تبقى معي سنعود الى هذه النقطه. لكن معنا ايضا الشيخ اسامه محروس عضو مجلس الشورى السابق عن حزب النور وعضو الدعوه السلفيه بالاسكندريه. كيف استقبل شباب الدعوه السلفيه واعضاء الدعوه السلفيه مثل هذه التصريحات للدكتور ياسر برهامي، خصوصا ما قيل عن أن يترك الرجل زوجته للمغتصبين إذا تيقن أنه لن يدفع عنها الاغتصاب وأنه سيقتل؟ السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله وعليكم السلام على رسول الله. أبناء الدعوة السلفية في غالبيتهم تربوا على فتبينوا، ونحن نعلم أن هناك فرق بين الكلام عن الحكم وعن الفتوى،
وأن الفتوى هي إجابة عن سؤال، فنحن نستقسم نرى هذا السؤال ما هي طبيعته ومن هو السائل، ونعلم تماما أن الإجابة تكون على قدر السؤال. أما أن المسألة يبتزع من كلام الشيخ ويقتص منه أو ينتقص من كلامه ويؤخذ من طوله ومن عرضه، فهذا ما لم نتربى عليه. لكن ما قاله الشيخ، يعني ما قاله الشيخ، هل استقبل استقبالا حسنا داخل الدعوة السلفية؟ يعني نص ما قاله الشيخ. نعم، أنا مع حضرتك، ولكن نحن نعول على ما قاله الشيخ لا ما قاله الإعلام. نحن نعلم دور الإعلام. أنا نقلت لك ما قاله الشيخ في الفتوى وما قاله بعد ذلك شارحا لفتوى في وسائل الإعلام، ولم أنقل لك ما قالته وسائل الإعلام. أنا أسمع جيدا، وأسمع وأتابع الشيخ، وسمعت ما قاله وسمعت رده على الناس، وقال إن هذا الكلام مبتدأ والكلام لم يخرج عن أقوال العلماء، والمسألة في غاية الوضوح. لا، خرج، يعني خرج في نقطة إن هو قاس على كلام العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام كان بيقول على دفع على المال، إذا كان روحك هتضيع قدام مالك فاترك مالك، فقاس على ذلك في العرض، وهو في ذلك لم يستند إلى شيء. لا، هي المسألة ليست هكذا، ولم لا نقول هو قاس على لا شيء، ولكن هو قال كلاما مطابقا لما قاله الشيخ القرضاوي من قبل. فيعني أعتقد أن فتوى الشيخ القرضاوي في تقديم الدين ثم النفس ثم العرض في الأولويات وحفظ الكليات الخمسة كما هو معلوم، هو تطابق مع قول كثير من العلماء. دي مقاصد الشريعة يا مولانا، أنا مش عايز أخش في جدل فقهي، بس دي مقاصد الشريعة. لكن الشيخ القرضاوي ما أفتاش هذه الفتوى أبدا، إن هو إذا جالك واحد وعرفت إنه هيموتك أو يغتصب مراتك فسيب مراتك، دي ما قالهاش أبدا الشيخ القرضاوي. يبقى احنا نقول اللي قال الشيخ ياسر البرهاني سأله في ايه، نقول السؤال بالضبط، لان هي ما بسألش السؤال هكذا، انما قيل عرض سؤال مفاده كذا وكذا وجاء الشيخ بكذا، فيعرض السؤال كاملا وتعرض الاجابه. انا مش عايز الحقيقه اناقش ما قاله الشيخ ياسر البرهاني في الفتوى، انتم اطلعتم على ما قاله وشفتوه بالنص موجود في موقع انا السلفي، هل انتم هل استقبل هذا الكلام؟ انتم ملاش وسائل الاعلام، انا مش بكلم على وسائل الاعلام، أنتم كدعوة سلفية حينما قرأتم ما قاله الرجل، وحينما قرأتم ما قاله على الانتخابات، إن هو لازم ننتخب السيسي علشان ما هنبقاش كده راضيين ولا يبقى معينين للظالمين، لأننا إذا خشينا أن يكون هناك ظلم أكبر، هل أنتم تقرون هذه هل هذا يعتبر يعبر عنكم، ولا دي آراء شخصية للشيخ ياسر البرهاني؟ هل الشيخ قال لازم ننتخب السيسي؟ هل هو قال هذه العبارة؟ لا، أقول لك إحنا زعنا نص الكلام اللي قاله بالظبط لما سئل وقرأ هو السؤال، وإحنا زعنا الحتة اللي قرأ فيها السؤال اللي هو قال هل انتخاب من نظن أنهم ظالمين يعتبر ركون إلى الذين ظلموا ورضا، ركون ورضا، فقال لا، إذا كنا نعتقد أن ذلك سيدفع ظلما أشد. نعم، هو هنا هذا كلام عام وليس كلام على المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ولا المرشح الرئاسي حمدين صباح، هذا كلام عام، والكلام العام هذا منطلقه ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، يعني ما هو برضو كما قال الدكتور الصغير، ما هو لكل مقام مقال، هو احنا مش يعني هو للفتوى تخرج في غير مجالها وفي غير مكانها، ما احنا في مصر عندنا انتخابات فيها مرشحين اثنين السيسي وحمدين صباحي. نعم. في واحد بيتهم بانه قتل الالاف وواحد ما قتلش لسه. طيب هو يعني اولا يعني ده, 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 ده المقام، هذا هو المقام. طيب. ونقلت لحضرتك مقال الدكتور برهامي، يبقى اذا يعني هل يتحدث الدكتور برهامي عن دوله اخرى وعن شعب اخر وعن زمن اخر، ولا عن مصر وشعب مصر وهذا الزمن الذي نعيشه؟ هذه فتوى العلماء حين يتكلموا يجيب بفتوى، الفتوى قد تكون خاصة بسؤال معين، فما لهاش علاقة بمصر وغير مصر. لما نقوله الأحداث في مصر أكيد نتكلم عن الأحداث في مصر، نقوله أحداث في مصر هترجح هذا أم ترجح هذا. طيب إذا كانت فتوى الشيخ برهامي تتعلق بالانتخابات القادمة، وإذا كان المقصود بمعاونة الظالمين هو انتخاب السيسي، هل هذا يعتبر معبرا عنكم أنتم في الدعوة السلفية، ولا هو فقط يتحدث بلسانه هو ويعبر عن نفسه؟ الآلية التي وضعتها الدعوة والحزب معلومة للجميع،
لم نخرج عنها ولم نكن رأيا في أي من المرشحين، ولسه اللقاءات يدوب بدأ بالمرشح حمدين صباحي، ولسه ما قابلناش المرشح الآخر المشير عبد الفتاح السيسي. وبالتالي لن يخرج من الدعوة السلفية ولا من حزب النور رأي مؤيد لا لهذا ولا لذات، ومن أيد هذا أو ذات فإنه يقول رأيا شخصيا فقط. يعني الدكتور برهامي لما يقول أن السيسي الأقدر على رئاسة مصر هو يعبر عن نفسه فقط ولا يعبر عن الدعوة السلفية حاليا نعم، ما دامت الدعوة بآلياتها المعروفة والحزب لم يتخذ قرارا فهو يقول إن كان قال هذا فهو يقول رأيا شخصيا، أما أن الرأي النهائي فبيطلع بالآلية المعلومة عن الدعوة السلفية وحزب النور. حتى الآن لم يتم أرجو أن تبقى معي سيد الفاضل أستاذ أسامة محروس، عضو مجلس الشورى السابق عن حزب النور وعضو الدعوة السلفية. نشوف أيضا مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إيه رأيهم في تصريحات الدكتور ياسر برهامي. تفضل عمر. أغلب الآراء اتجهت لمهاجمة ياسر برهامي، وهذا ما يتضح في أول تعليق لأسماء تقول فيه: تصريحات الأيام دي مثيرة للجدل فعلا، والغرض منها إلهاء الناس عن ما يحدث في البلد. أما عن تعليق لسلمى تقول فيه: ده كان كارت زي كارت سما ويحرق الانقلاب لأنه خلصت مهمته كما ترى سلمى. أما عن تعليق لأحمد يقول فيه: برهامي لا يمثل التيار السلفي ولكن يمثل التيار المتسلف الذي صنعته أجهزة الأمن من أجل تقويض نفوذ الإخوان المسلمين كما يرى أحمد. أما عن تعليق لحسن الصعيدي يقول فيه: برهامي يتبع دين جديد وفاضل حاجة واحدة أنه يقول هذا ما وجدنا عليه آباؤنا. أما عن تعليق يعني آباءنا، أما هذا التعليق يقول: لو ان الاخوان تجار دين يبقى برهامي خريج تجاره انجلش. تعليق ساخر. اما عن تعليقات تويتر، فعلى تويتر لهذا المشارك نبيل يقول: برهامي ينتحر بسلسله فتاوى تثير اشمئزاز المجتمع وتعمق الانقسام بين جماعات الاسلام السياسي وتقتضي توحيد مصدر الفتوى كما يقول نبيل. اما عن تعليق ل الشاعر والكاتب عبد الرحمن يوسف يقول إلى الدكتور ياسر برهامي: أرأيت إن اغتصبت أو إن اغتصبت قوة غاشمة زوجة رجل ما فمات من فوره ولم يتمكن من مشاهدة ما حدث من هتك عرض امرأته، أي يعتبر منتحرا. أما عن تعليق لمدحت صفوت يقول: ياسر برهامي مفتي الاغتصاب كما يسميه مدحت، يقول منفذ جيد لأوامر أجهزة الأمن وناجح حتى الآن في شغل الرأي العام بقضايا تافهة كما وصفها هذا المشارك. أما عن أحمد حمدي آخر تعليق يقول: يجوز للجندي أن يفر من المعركة ويترك السلاح إذا تيقن أنه سيقتل، وهذا من باب أخف الضررين، حاسس أن دي الفتوى القادمة لياسر برهامي. إليك زي. شكرا جزيلا عمر فياض. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الصغير. ناتي عايزين شرح بقى لمسألة قاعدة أخف الضررين، لأن أخف الضررين زي ما قال المشاهد على الكريم، طب أنا ممكن أفر من المعركة مخافة القتل، أنا ممكن أسلم مالي كما قال الشيخ حازم وإسماعيل مخافة القتل، ممكن الواحد يعمل أي حاجة مخافة أن يؤذى. وهل إحنا موجودين في الدنيا حتى لا نؤذى ونفضل سلام كده؟ طب عملنا إيه في الحياة يعني؟ احنا في قاعدة متفق عليها لدى الكل انه لا اجتهاد مع النص، واحنا عندنا النص واضح وصريح والحديث صحيح رواه احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: يا رسول الله لو ان لصا اراد ان يأخذ مالي، محفظة فيها كثير قليل مال لم يسمه، قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني ليأخذ المال، قال: قاتل، اي ادفعه عن نفسك. قال: فإن قتلني أثناء المدافعة، قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته، قال: فهو في النار. أظن هذا الحديث يقطع الكلام في هذه القضية. وأنا بعتبر أن هذه الفتوى ليست تخص امرأة بعينها، وإنما المرأة التي اغتصبت هي مصر، وهو يراد لنا أن نسلم بهذا الاغتصاب ونبارك للمغتصب ونحضر معه عرس ومهزلة انتخابات الرئاسة. مصر تراد أن تزف لعبد الفتاح السيسي بعد أن اغتصبها أمام أبنائها. طيب معنا أيضا الأستاذ جمال سلطان. أستاذ جمال سلطان، هل تعتقد أنه مسألة دفع الضرر الأكبر دي التي يتبناها الدكتور برهامي ستدفع ضررا عنه وعن بقية أعضاء التيار السلفي الذين يؤمنون بما يقول
لفتره طويله، ام انه لانه هنالك هجوم منسق الان من الكنيسه، من الاعلام، من وزاره الاوقاف ضد الدكتور ياسر برهامي؟ لا طبعا، هي يعني لا يوجد ثبات، يعني السياسه بشكل عام هي يعني حاله تحول وحاله تغير وتبدل لحساباتها ولمصالحها، ولا يوجد شيء مأمون فيها. ربما كان المشير عبد الفتاح السيسي في حاجه الى حزب النور ك يعني كغطاء ديني او شيء. هل هو في حاجه الان؟ هل هو في حاجه الان لحزب النور؟ في حاجه الى حزب النور، وانا اعتقد ان هذا الامر قد يستمر لسنه او سنتين. يعني اذا تصورنا ان هذه الازمه يعني لن تحل او قد تمتد الى هذه الفتره، انا لا اتصور ذلك طبعا للصعوبات التي يعني التي تعيش فيها البلد والانقسام الحاد فيها، فانا اعتقد الامر سيكون اخطر من ذلك بكثير. ولكن الشاهد يعني انا اريد ان انبه فقط الى مساله انه يعني الانتباه الى تفجير هذه القضايا بشكل مفتعل وفج للتغطيه على جرائم تحدث. يعني في هذا الاسبوع الناس مشغوله بسما المصري ومشغوله بفتوى ياسر برهامي، وصدر قانون بالغ الخطوره اللي هو قانون اللي هو منع الطعن على العقود التي تجريها الدوله مع اللي ممكن مصر كلها تتباع، يعني اذا فسدت الضمائر، وانا اظن ان هنالك قدرا من فساد الضمائر طبعاً ممكن تتباع في ليله. انت داخل دلوقتي عندك في مشكله كبيره جدا، في عقود بيتم توقيعها مع جهات ومع مستثمرين محليين واجانب لمده 100 سنه او 99 سنه، زي عقد بيع قناه السويس مع البريطانيين. اشكرك شكرا جزيلا. سنه 69. اشكرك شكرا جزيلا. تعقيب اخير من الشيخ اسامه محروس، عضو مجلس الشورى السابق عن حزب النور وعضو الدعوه السلفيه بالاسكندريه. هل تشعرون انه هذا الطريق الذي يرسمه الدكتور ياسر برهامي ستنجون فيه من مظلمه وقعت على كثير من التيارات الاسلاميه؟ هو من الواضح ان اخونا الشيخ محمد الصغير لم يسمع رد الشيخ ياسر برهامي، وهو قال الحديث نفسه في معرض كلامه حين قال لو ان هناك احتمال مجرد وساق الحديث الذي ساقه اخونا الشيخ محمد الصغير، لو سمع كلام الشيخ وقال لو في احتمال انه يدفع وقال الحديث بتمامه كما قال، ولكن طيب الشيخ ياسر احنا الحقيقه مش عايزين نخش في الجدل الفقهي، لكن انا عايز اعرف هل أنتم واثقون أنكم بمأمن من الظلم الذي وقع على تقريبا كل أعضاء التيار الإسلامي الآخرين من غير أبناء الدعوة السلفية؟ نحن لم نكن في السابق في مأمن، ولسنا يعني كما قيل لسنا نحن عملاء من الدولة، عملاء من الدولة معلومون من هم، ولم نكن في مأمن ولا في الوقت الذي جاء بعد ذلك في مأمن، ولا في الذي يأتي بعد ذلك في مأمن إلا أن يشاء الله. شكرا نحن جزيلا. نتعلق بالله سبحانه وتعالى ونتعلق بالأنظمة. شكرا جزيلا أسامة، الشيخ أسامة محروس عضو مجلس الشورى السابق عن حزب النور وعضو الدعوة السلفية بالإسكندرية، وأشكر ضيفي في الاستوديو الشيخ محمد الصغير عضو مجلس الشعب السابق والداعية الإسلامي، وأشكر ضيفي عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ جمال سلطان رئيس تحرير المصريون. وما زلنا معكم في مصر اليوم، مصر الليلة، وفي البرنامج بعد الفاصل. أناشيد على إيقاع المظاهرات ومتغيرات الواقع السياسي. منشدون يواجهون السلطة بالفن والغناء ويتجاوزون المساحات الشائكة في علاقة الفن بالدين وسؤال الحلال والحرام. الإنشاد الديني والسياسة في برنامج سياسة في دين السبت في 11:10 مساء بتوقيت القاهرة. يسقط يسقط حكم العسكر. أقرب إليكم حين يتحدث الإعلام عن الناس ويغيب صوت الناس، نستمع إليكم في أخبار الناس.
أهلا بكم من جديد. سجن طالب يمثل مصر عالميا بسبب شارة رابعة. انتظر عبد الله التكريم من دولته، فكان الاعتقال هو المكافأة قبل سفره إلى أمريكا يوم 4 مايو المقبل ليمثل مصر في مسابقة عالمية بكاليفورنيا. ألقت قوات الأمن القبض على عبد الله الطالب بالصف الثالث الثانوي من ميدان التحرير، ولم يشفع له نبوغه العلمي الذي دفع شركة انتل لترشيحه لتمثيل مصر في مسابقة نادي العلوم والتكنولوجيا العالمية، خاصة بعدما تمكن عبد الله عاصم من تصميم نظام إلكتروني يتيح للمعاقين استخدام الكمبيوتر عن طريق حركة العين. عبد الله عاصم طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة دار حراء بمحافظة أسيوط، واحد من أبرز المتفوقين في مجال العلوم وريادة الأعمال، نجح في تصميم نظام إلكتروني يتيح للمعاقين استخدام الكمبيوتر عن طريق حركة العين بواسطة نظارة يرتديها المعاق تساعده في تحديد مطالبه كبديل عن الكلام، وبتحريك المعاق عينيه يظهر على شاشة الكمبيوتر الأمر الذي يريده، ويمكن استخدامه في تطبيقات أخرى. فاز عبد الله في مسابقة انتل مصر الخير للعلوم والهندسة، وتأهل لتمثيل مصر في معرض انتل الدولي للعلوم والهندسة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية بين منافسين من أكثر من 60 دولة أمام لجنة تحكيم تضم عددا من الحاصلين على جائزة نوبل في العلوم، كما حصل عبد الله على شهادات في تخصصات تقنية عديدة، وقدم محاضرات في تنمية الأعمال. توجه عبد الله إلى القاهرة استعدادا للقاء مرتقب مع وزير التربية والتعليم كان مقررا عقده في 27 من إبريل الجاري قبل سفره إلى الولايات المتحدة في 4 من مايو المقبل، لكن قوات الأمن ألقت القبض عليه وعلى زميل له بالقرب من ميدان التحرير بدعوى رفعهما لشعار رابعة في الميدان والتقاط الصور بتلك الإشارة والتظاهر دون تصريح، وفقا لما صرح به مصدر أمني لوكالة الأناضول. لكن شقيق عبد الله أكد للجزيرة مباشر مصر أن التهم الموجهة إلى عبد الله هي حرق سيارة ضابط شرطة وتصوير مقاطع لقناة الجزيرة، وقال إنه رحل إلى أسيوط للعرض على النيابة. كما انتقد والد عبد الله رواية الداخلية للواقعة مؤكدا عدم منطقيتها بسبب إغلاق ميدان التحرير بالكامل حينها أمام حركة السيارات والمارة، مؤكدا أن نجله ليس له أي انتماء سياسي. في دول العالم الأول يكرم أمثال عبد الله وتتعهدهم الدولة بالرعاية والدعم لتحقيق الإنجازات العلمية، لكن وزارة الداخلية اعتبرت عبد الله إرهابيا يجب القبض عليه ومحاكمته، لا لشيء إلا لأنها ترى فيه خطرا داهما يهدد الأمن القومي. لتكون عاقبة النبوغ والتفوق العلمي في مصر ما بعد الانقلاب هي التغييب وراء القضبان. وللحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة، الأستاذ أحمد حسن الشرقاوي الكاتب الصحفي، والمهندس أحمد حسين مهندس البرمجيات عضو مجلس نقابة المهندسين شعبة الكهرباء. أهلا وسهلا بك. وأبدأ بك مهندس أحمد، عندك فكرة عن الاختراع اللي كان نتكلم عليه عبد الله عاصم؟ والله يعني هو في الحقيقة أنا ما عنديش طبعا تفاصيل كاملة لأن أنا مش عضو في الفريق المشروع، لكن خليني أقول لحضرتك أن هي الفكرة قريبة تقريبا من نفس الفكرة اللي يعني بيتم التعامل معها على السمارت تي فيز اللي هي أنتجتها سامسونج في الفترة الأخيرة، اللي هي بتبقى مجرد في زي كاميرا كده بتراقب حركة الإيد أو حركة العين. في المشروع اللي عبد الله كان عامله أعتقد أنه هو بيراقب حركة العين، هو حركة العين دي بيتم رصدها، وانت لما بترصد حركة العين بيبدأ ان هو بقى يحرك الماوس يمين حرك الماوس شمال شوية، يبدأ ان هو لو طرف بعينه مثلا يكليك على الايكون ديت، فده بيبقى بشكل عام التقنية اللي شغال بيها النظام. وهل يعني طالب في أسيوط ممكن يكون عنده الامكانيات ان هو يوصل لاختراع زي كده؟
يعني هو الـ 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 مش مشكله ان هو طالب في اسيوط، او يعني احنا عندنا في عقول كتير جدا في مصر، والعقول موجوده احنا عارفين، لكن العقول تحتاج الى امكانيات وبيئه تشجع على ذلك. يعني اللي عايز يعمل حاجه بيعملها مهما كانت هي البيئه المحيطه به. احنا عندنا في الصعيد اي نعم البيئه فيها مشاكل كثيره جدا نتيجه التهميش ونتيجه الاهمال ونتيجه عدم الاهتمام حتى بالمستوى التعليمي او المستوى العقلي للسكان اللي هم قاعدين في صعيد مصر، لكن في نفس الوقت في بعض الشباب بينجحوا ان هم عن طريق الانترنت. النهارده الانترنت ما خلاش حاجه يعني مستخبيه، كل حاجه اللي عايز يتعلم حاجه بيقدر يتعلمها عن طريق الانترنت، بيقدر يتعلمها عن طريق ده لو الشبكه موجوده يعني. ما هو يعني دي واحد الحاجات برضو اللي هي يعني عامله مشاكل كبيره قوي في مصر اليومين دول، يعني انترنت الناس كتير جدا بتشتكي يعني، وطبعا ده اساسي نتيجه المتابعه والمراقبه اللي بتعملها الاجهزه الامنيه على الشبكه، بتوقع بتادي ان الشبكه دي توقع في الاخر يعني. طيب استاذ احمد حسن الشرقاوي، الرساله التي ترسلها الدوله للمواطنين انه يعني خليك انت كويس زي ما انت كويس مهما كنت كويس، لكن ضد السلطه الحاليه فما تفرقش معانا خالص، سواء كنت لعيب كوره وجبت جون، سواء كنت بطل كونغ فو خدت بطوله العالم، سواء كنت مخترع صغير مخترع كبير، كل ده ابسولوتلي ما يفرقش معانا خالص. طالما انت، هل دي الرساله اللي عايز السلطه الحاليه توصلها؟ يعني هي الحقيقه واضحه جدا، هي واضحه جدا في سلوك النظام. سؤال ليدنج، انا اقول لك طبعا. هو ده واضح في السلوك نظام الانقلاب، سلوك نظام الانقلاب بيقول بالظبط اللي حضرتك بتعمله ده، وبالتالي هو هنا بيعلن اعتبار يعني مصلحه هذا النظام بغض النظر عن راينا فيه، قد نختلف، في ناس يؤيدوه ناس ضده زي مثلا، انما هي الفكره الاساسيه انك لما تحارب العقل تحارب التقدم. يعني هو مشكله هذا الانقلاب العسكري انه عايز شعب على مقاس محدد يسمع ويطيع، وهي دي العسكر. وعلشان كده الواهمون الذين يتصورون ان العسكر ممكن يجيبوا مسار ديمقراطي او يعملوا مسار ديمقراطي، نقول لهم بس انه فاقد الشيء لا يعطيه. يعني شوف حصاد هذا الانقلاب في التعامل مع العقول المصريه، مع النوابغ المصريه، واللي النهارده ابننا عبد الله عاصم ده نموذج لكيفيه هذا التعامل. لما يكون عندك منذ وقوع الانقلاب 1232 طبيب يقبعون خلف السجون، 2574 مهندس، 5342 ازهري، و172 استاذ جامعي وعالم في خلف القضبان. شوف الجامعات المصريه يعني بمنتهى البساطه كده اساتذتها كام واحد فيهم ده بخلاف اللي اترفدوا 17 تقريبا، كتير كتير يعني. انت بتتكلم الفصل النهائي واللي وقفوا جامعه القاهره واللي خدها من قصرها وساب البلد ومشي. جامعه القاهره 14 استاذ جامعي، منهم 11 معتقل وثلاثه مفرج عنهم وواحد مطارد. جامعه الزقازيق 19 استاذ، منهم 12 معتقل وسبعه مطاردين. الازهر بقى فيها 20، 17 معتقل وثلاثه شهداء، ما فيش حد بيفرجوا عنهم من بتوع الازهر يعني ما فيش اسرى يعني ما فيش اسرى في الازهر يعني. هذا هو تعامل الانقلاب مع العقول المصريه. وينضم الينا ايضا عبر الهاتف الاستاذ عاصم، والد الطالب المعتقل عبد الله عاصم. استاذ عاصم اهلا وسهلا بيك، احكي لنا ايه اللي حصل، يعني كيف اعتقل عبد الله؟ انا ما عنديش معلومات مظبوطه، يعني انا اعرف ان عبد الله كان اساسا جم هنا زياره لينا الاخوه حبايبنا يعني بتوع الشرطه، طبعا الشرطه فيهم انا يعني قرايبي كتير في الشرطه يعني. في اليوم اللي هو كان رايح لوكسور علشان يحضر معايا، انت سمعتك؟ انا سامعك، اتفضل. كان رايح يحضر المؤتمر بتاع لوكسور، فجوم عندي في البيت وهو في لوكسور، رايح لوكسور. فين عبد الله؟ قلت لهم رايح يحضر المؤتمر، ربنا رزقه وطلع الاول على اساس الابتكار بتاعه، واللي هو بيساعد الجماعه اللي هم ربنا يعني انعم عليهم ولا ابتلاهم او اختبرهم بالشلل الرباعي، وممكن برضو الناس العاديه اللي هي ايدها او ما تقدرش تستخدم الماوس في استخدام النظاره كبديل للماوس في الكمبيوتر. تمام. رجع من القاهره من بتاع، طبعا المفروض ان يكمل المشروع بتاعه، لان المشروع الجهاز اللي في ايده بدائي فلازم يتطور. فطلع القاهره مع المجموعه بتاعته علشان يطور المجموعة، يطور الجهاز ويشتري له أجهزة ويشتري له خامات، وفي دراسة كورسات في الجامعة الأمريكية على اللغة، كورسات في الكمبيوتر. يعني كان بيروح حاليا في خط فترة طويلة
دراسة في اللغة الإنجليزية ودراسة في الكمبيوتر داخل الجامعة الأمريكية وداخل أساتذة في الجامعة الأمريكية. برضو هنا اعتبروه هنا مطالب وفي ضبط وإحضار ليه. طيب ليه؟ يعني واحد بيشتغل في الكمبيوتر، واحد بيشتغل بيبتكر، بيساعد الناس كلها في البرمجة، اللي عايز يعمل برنامج، اللي عايز يعمل وصلة بتاعت كمبيوتر، اللي عايز يصلح، يعني هو في السوفت وير والهارد وير كان يعني جينس. طيب وجئتني من كام يوم ان هو طلعت مأمورية راحت القاهرة عن طريق واحد زميله، وهو راح يشتري الخامات لانه كان المفروض يوم الحد بكرة كان في لقاء مع الوزير يوم 22 اتأجل يوم 27. فراح طالع يشتري المواد الخام من وسط البلد، هو ما راحش التحرير وما رفعش الرابعة لان التحرير مغلق ومغلق بالاجهزة. فما يقدرش حد حتى هو ليه مطلوب يعني اذا ما كانش. نعم؟ هو ليه مطلوب يعني اذا كان هو شاب مخترع ومهتم بالكمبيوتر، هو مطلوب في ايه؟ ايه هي التهمة اللي مطلوب فيها علشان يقولوا البيت الشرطة تجيله البيت عندكم وتسأل عليه كتير كده؟ هو يجون يعني هو لأول مرة يعني رغم ان يعني الواحد كان لينا الشاطئ ايام الجامعة انما ما اول مرة تخش الشرطة البيت بتاعي رغم شخصية الحمد لله رب العالمين مرتين في الفترة الاخيرة دي. انما عمر ما حصلت ان حتى يعني حد دخل امن دولة البيتي غير مرة واحدة زمان، وقبل ما يجي بيومين الله يرحمه يعني يسامحه الرئيس سعيد ثابت المعالي وجه الراجل في زيارة شرب الشاي واتناقش معايا ومشي. طيب هو عبد الله مطلوب ليه؟ قبلها بيومين، انما ما حصلش عمر ما حد حصل ان البيت دخل واتفتش الا في الشهرين الاخرانيين دول. طب عبد الله مطلوب ليه يا فندم؟ عبد الله كده حسب ما قيل لي النهارده ان هو كان يعني او حسب ما فهمت برضه من الناس، لان انا معلوماتي يا اخي انا عبد الله ما كنتش بشوفه بالاسبوع يعني. هو بيبيت في البيت وياكل ويشرب في البيت عادي، بس كان بيطلع النهارده يشتغل في ترى اللابتوب ليه في الصيانه بتاعت اللابتوب، كان يشتغل وهو في ثالثه اعدادي واولى سنه في صيانه اللابتوب، وبعدين دخل في البرمجيات لغايه لما وصل للابتكار دوت. اساسا كان في بعض الفتيات اللي كانت اهاليهم معروضه في المحكمه، فتم القبض على هؤلاء الفتيات اللي هم راحوا يشوفوا اهاليهم في المحكمه. فالدنيا اتقلبت، لان انت عارف ان احنا طبيعه صعيديه بتعتبر النساء عوره ومد الايد عليها عوره، طبعا ده بالاضافه للناس اللي بتعتبر القتل ثأر. بيقعد ب 60 سنه وال 100 سنه ما يموتش، يعني بيتوارثوا الاحفاد عن تمام عن الجدود عن اباء الجدود، يعني دي عمليه مش عمليه ففي بعض الافراد اعتبر ان النقيب محمد او الرائد محمد اشرف طنطاوي اتهم في هذا الحته. ما نعرفش حصل حاجه، عربيته اتحرقت او عربيته مش عارف ايه حصلت. يعني عبد الله مطلوب على ذمه ما حدث في لا هو اللي حصل ان زميل ليه كان ساكن جنب محمد اشرف طنطاوي نزل لما لقى العربيه نزل يطفيها مع محمد اشرف، اتهموه هو. طبعا لما اتاخد خدوا معاه سبعه من زمايله في الفصل منهم عبد الله. طيب طبعا عبد الله مش اصل عبد الله مش معقوله يعني هيروح يحرق عربيه علشان واحد عكس يعني عكس بنت يعني هو اولا البنات ما يعني ما لناش فيهم قرايب عشان للدرجه الاولى والثانيه او العصب عشان يدافع عنهم. ثانيا اللي هيدافع عن بنت او هيدافع عن الانتقام مش هينتقم بحرق عربيه. طيب العربيه دي معروف ان العربيه دي يعني ما تسويش حاجه عند الضابط، لان هو راجل والدته دكتوره في الجامعه وابوه دكتور في الجامعه اللي هو الضابط ده، فحرق العربيه بالنسبه له زي لعبه اتكسرت. طيب يجيبوا له بدلها في نفس اليوم. طيب يعني ارجو ان تبقى معي استاذ عبد الرحمن استاذ عاصم. معنا ايضا شقيق عبد الله، معنا عبد الرحمن عاصم شقيق الطالب المعتقل عبد الله. عبد الرحمن قول لنا بقى عبد الله ازاي وصل لان هو يعني يبقى يكرم من شركه انتل ويدعى الى مسابقه في كاليفورنيا يحكم فيها بعض الفائزين بجائزه نوبل للعلوم. الحمد لله والصلاه والسلام. الاول عبد الله الناس ما تعرفوش، عبد الله بدا يشتغل كمبيوتر من هو في ثالثه ابتدائي، وده سن صغير جدا جدا حد يقدر يفهم فيه كمبيوتر.
ابتدى بعدها ان هو يذاكر ياخد دورات كمبيوتر ويشتغل حاجات كده وبدات اتش ام ال وويب، ومن هو في اعدادي ابتدى يصمم مواقع ويب وابتدت تشتغل فعلا، وابتدى وقتها ان هو يشتغل في بعض الشركات اللي هي ساعدته ان هو يطور نفسه وحاجات كده. من هو في اعدادي ابتدى يروح مايكروسوفت التدريبات السفريه بتاعتهم وبيسافر القريه الذكيه ويروح معاهم ويخش مسابقات. السنه اللي فاتت عبد الله دخل مسابقه انتل دي برضه وحصل فيها على المركز الثاني عن اختراع بريزنج سيستم. لازم تعرفوش بريزنج سيستم ده اكبر حاجه ممكن تعمل في مجال الكمبيوتر. ده اول حاجه، دي كانت السنه اللي فاتت حصل فيها على المركز الثاني. السنه دي عبد الله دخل باختراعه الجديد اللي هو نظاره اللي بتشتغل بتساعد مرضى الشلل الرباعي ان هم يتواصلوا بالكمبيوتر بحيث ان هو بيحول النظاره دي لماوس يقدر بيها المريض اللي ما يقدرش يحرك اي حاجه في جسمه غير راسه ان هو يتعامل مع الكمبيوتر بشكل أشكرك تلقائي. اشكرك شكرا جزيلا عبد الرحمن عاصم شقيق الطالب المعتقل عبد الله عاصم طالب ثانوي. نشوف ايضا مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي رايهم ايه في هذه القضيه. كثير من التعليقات زين، شكرا زين. بداية من عبد الله المصري يقول: لا علم ولا حرية ولا تطور تحت حكم العسكر، بل تخلف وفقر ومرض، هكذا يضف يصف الوضع. أما عن أحمد صالح يقول: أصل ربعة بتجيب لهم حساسية ولكن تغيرت هذه الرواية. أما عن تعليق لهذه المشاركة تقول: هناك نية لأن يكون هناك عقل واحد يفكر، هو عقل الأوميجا تقصد السيسي. أما عن أماني تقول: هو ممكن السيسي يسيب حد ياخد شهرة عنه. أما عن تعليق لمهني يقول: وهو ده قمة الإعجاز العلمي، أخذ المخترع من ميدان التحرير وأحطه في السجن عشان يفكر بهدوء. أما عن تعليقات تويتر فمحمد أحمد يقول: اطلع رقاصة وتابع السيسي أنت مية مية، لكن تطلع مخترع وتابع مرسي تبقى إرهابي. أما عن تعليق أخير على تويتر لمحمود يقول: اعذروهم أصل عندهم عقدة من المتفوقين، أصلهم بتوع 50%، هكذا وصف المشاركون. إليك زين. أشكرك شكرا جزيلا عمر فايل. حلوة ناخذ المخترع من التحرير. شكرا جزيلا. عبد العاطي حاضر معنا طول الحلقة. مش عارف عبد العاطي ده هنخلص إمتى من الإفيهات الخاصة بيه. أشكرك شكرا جزيلا عمر فياض. وأعود إلى ضيوفي في الاستوديو الأستاذ أحمد حسن الشرقاوي والمهندس أحمد حسين. أستاذ أحمد، من حديث الوالد واضح أن عبد الله يعني كان موجود في الشارع في مرحلة ما أو في لحظة ما، وكان بيحاول يطفي عربية رجل الشرطة، لكن هو اتهم الآن بحرق عربية الشرطة. يعني مش عارف، أنا مش عارف أسألك أقول لك إيه الحقيقة يعني. لأنه في الواقع القصة غريبة ومريبة. هو بعيد عن الحالة المحددة دي، حالة عبد الله عاصم هي نموذج لتفكير العسكر، نموذج للحكم الشمولي الاستبدادي الدكتاتوري اللي ما وصلش مصر خلال 60 سنة لأي حاجة، ولا عبد الفتاح السيسي ولا نظامه ولا انقلابه هيوصل مصر ولا بعد 60 سنة كمان. ده للناس المترددين اللي لسه متصورين انه المسألة امن واستقرار وبس وخلاص، وان والدنيا تتظبط بعد كده نعيش. كان عبد الناصر وكان فكرة العسكر وصلونا لأي حاجة، لن نصل الا الى مزيد من الهزائم، مزيد من الخسائر اللي هيصنع مصر ديمقراطية في المجال السياسي، ديمقراطية حقيقية فيها تداول سلمي للسلطة وفيها مجتمع مفتوح وفيها عبد الله عاصم وغيره من نوابغ مصر والعباقرة في المجالات المختلفة ياخدوا فرصتهم في ظل نظام حكم ديمقراطي. الشمولية والاستبداد لا تصنع أبدا تحسينا لمستوى معيشة الناس. طيب احنا ما كانش عندنا شمولية واستبداد في الثلاث سنين اللي فاتوا يا باشمهندس، طلع عندنا كم مخترع ولا كم عبقري؟ لا يعني خليني اقول لحضرتك على حاجه، هو مش موضوع ان 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 الموضوع مش موضوع ثلاث سنين. هو حضرتك انت حضرتك بتتكلم ان احنا كنا تحت ظل 60 سنه، مش ممكن ابدا ان انا في ظل الثلاث سنين دول. اولا في الثلاث سنين دول انا كنت تحت ظل حكم عسكري في فتره المشير حسين طنطاوي طبعا سنه ونص تقريبا صحيح 10 شهر ايوه، وفي عندي السنه الاخيره اللي انا قعدت فيها مع في ظل الانقلاب، فاصبح عندي السنه اللي ممكن ان انا كنت اقدر ان انا انمي فيها قدرات الشباب، او ان انا اقدر ان انا اشجع الشباب او المخترعين ان هم يبداوا يبرزوا اعمالهم وافكارهم. انا في هذه الفتره ما كانش عندي غير سنه واحده بس، السنه دي مش كافيه يعني حتى للتدريب. على فكرة يعني صحيح. لو انت بتكلم عن السنة دي، تعال شوف السيارة المصرية اللي كانت مصنعة 100% واللي وقف قدامها عضو المجلس العسكري اللي كان ماسك الهيئة العربية للتصنيع، تعال شوف إينار مشروع إينار، تعال شوف الطيارة بدون طيارة اللي عملوها طلاب كلية الهندسة واللي كان ممكن تعمل
مش تطوير ولا يعني تخلي مصر حتى في المجال العسكري لو استخدمت استخدامات عسكريه. انت عارف قصه رابعه العدويه ايه؟ يعني احد الاسباب اللي خلتهم انه الناس اللي كانوا موجودين في رابعه يعني عملوا طياره اللي بتصور من فوق، عملوا طاقه شمسيه علشان تعمل يعني عملوا حاجات تطول في تجارب كثيره اجريت في رابعه العدويه. الروبوت المقاتل اللي قبضوا على برضه على الراجل اللي عمله يعني. انت عارف في جمله واحده يا استاذ زين عايز اقول لك بس جمله واحده اخيره، انه هذا الانقلاب يستهدف نهضه هذا الشعب المصري، النهضه نفسها مش نظام الحكم اللي اشكرك موجود. شكرا جزيلا استاذ احمد حسن الشرقاوي الكاتب الصحفي، واشكر المهندس احمد حسين عضو مجلس نقابه المهندسين شعبه الكهرباء، شكرا جزيلا. واشكر ايضا الاستاذ عاصم والد الشاب عبد الله المعتقل حاليا وشقيقه ايضا عبد الرحمن عاصم. عبد الله عاصم اعتقل رغم انه من صغار المخترعين ومن المكرمين دوليا، لان كان سيذهب الى كاليفورنيا لحضور مسابقه في كاليفورنيا. الى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا الى ختام مصر الليله، وتابعنا فيها عده موضوعات نسردها فيما يلي. احنا نتوقع طبعا طالما في سفر للسعوديه دائما كل يوم فلا بد ان يكون في حالات، مش عايز الناس تنزعج بالمره من وجود حاله او بعض الحالات. اكتشاف اول اصابه بفيروس كورونا في مصر لشاب قادم من السعوديه والصحه تطمئن المواطنين. قررنا ان حركه تمرد ستدعم عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. بعد عام على تاسيس تمرد، هل كانت حركه للثوره ام للثوره المضاده؟ هل التصويت لمن علم ظلمه يكون معاوضة للظالمين والمتابعة من رضي وتابع؟ لا، ما يكونش الكلام ده إذا كان لدفع ظلم أشد. بعد سلسلة من الفتاوى والتصريحات السياسية المثيرة للجدل، بلاغ يتهم ياسر برهامي بتهمة ازدراء الأديان بعد حديثه عن عيد القيامة. عبد الله عاصم طالب الثانوي العبقري كرمته كبرى شركات الكمبيوتر العالميه واعتقلته الداخليه. ونترككم مشاهدينا مع هذه اللقطات من مؤتمر شعبي عقد بالامس لبعض مؤيدي السيسي نظمته احدى الطرق الصوفيه بمنطقه المذبح في حي السيده زينب. الى اللقاء.